مع بداية الصباح، صباحكم كله خير، تفاؤل، سعادة، وأكيد مني أنا حياة كله إيجابية. سوف نرافقكم وترافقوننا من خلال هذا الصباح وبرنامج صباح الخير يا جزائر، كما عودناكم من خلال هذه النافذة الصباحية الخدماتية التي نتمنى أن تكون في حسن ظن الجميع، خصوصا للمشاهدين الأوفياء لهذا البرنامج الصباحي. أكيد تشاهدون معنا العديد من المواضيع، الأركان، القارة والفقرات، بالإضافة إلى الضيوف. موضوعنا الأساسي سوف يكون الحديث فيه حول موضوع مهم جدا، وهو موضوع الساعة في الأسر الجزائرية، هاجس الامتحانات، الأبناء والأولياء مع ركن البيداغوجيا وأسنان ربح الأصقع. أما الباقي فهو مزيج بين الثقافة، السياحة، وأكيد الموسيقى والتوعية والتحسيس. على بداية هذا الصباح أكيد جملات تحسيسية وتوعوية خاصة بالسلامة المرورية، خصوصا في هذه الفترات التي تعرف فيها الجزائر تقلبات في الأحوال، الطقس، أحوال الطرقات ووقاية، مع فاطمة خلف بعد الفاصل. صباح السلامة، كيف أحوالك؟ صباح الخير حياة، صباح الخير لكل مشاهدين اللي راهم يتابعونا اليوم. أكيد أنا بديتها بأنه كلام عن الوقاية والتحسيس، بما أنه في الفقرة نحاول دائما أنه نقدم هذا الجانب التوعوي والتحسيسي، خصوصا مع بداية الصباح، لأنه الكل على أهبة أنه يخرجوا التلاميذ للمدارس والأولياء أكيد إلى مراكز مقرات العمل، وهذه الفترة تشهد فترة ازدحام مروري كبير وفيها نوعا ما من النرفزة. لكن اليوم قبل ما نتكلموا سيدة خلاف، أنا مدبيا نعرف المواطن على موضوع راح نتكلموا فيه، راح نتكلموا على موضوع جد مهم. أنا نتمنى أنه يلقى أذن صاغية، لأنه ارتفاع محسوس في حوادث المرور للأسف. إحصائيات نقولوا نقص الخطر، تفضلي. صحيح حياة، والله احنا هنا اكيد انه هدفنا الرئيسي هو تقديم خدمة عمومية كي. اولا وقبل كل شيء لكل المشاهدين الاعزاء، وخاصة مستعملي الطريق وسائقين اللي كما قلتي كل صباح يروحوا الاماكن العمل تاعهم، ولا يروحوا لقضاء الحوائج تاعهم، ومدى بيهم في المساء ولا بعد نهاية هاد الأشغال يعودوا يولوا إلى حضن الأسرة، إلى العائلة ديالهم، بدون ما يتأذوا بحوادث المرور. لكن للأسف الواقع في كثير من الفترات وكثير من الحالات يكون عكس هاد الشيء، رغم أنه ما نقولوش هي أماني، لأنه في الحقيقة كل الهيئات المعنية بمجال أمن الطرق يعني تعمل جاهدة من أجل الحد من هذه الظاهرة. لكن في 2021 يعني كانت استثناء مقارنة بالخمس سنوات الماضية اللي شهدت انخفاض في كل مؤشرات الأمن المروري، لكن في 2021 للأسف ارتفعت كل المؤشرات، سواء بالنسبة لحوادث المرور أي عدد الحوادث الجسمانية أو ما خلفته من الضحايا القتلى والجرحى. نعطي الأرقام حياة، لأنه خلال 4 أشهر من سنة 2021 تم تسجيل 7883 حادث مرور، أدى للأسف إلى وفاة 963 شخص رحمهم الله، وجرح 10482 شخص. نسبة كبيرة من الجرحى. إذا قارنا
هذه الحصيلة بنفس حصيلة سنة 2020. هناك ارتفاع في عدد الحوادث ب 31.51%، ارتفاع في عدد الوفيات ب 9.68%، والارتفاع المحسوس كان في عدد الجرحى ب 30.65%. يعني 2021 كانت سنة حقيقة سنة مأساوية بالنسبة لحوادث المرور، رغم كل المجهودات اللي بذلناها منذ بداية السنة، سواء في مجال التوعية، في مجال التحسيس، في مجال مراقبة حركة المرور بالنسبة لمصالح الأمن، لكن تبقى هذه الظاهرة للأسف تؤثر بالسلب على حياة وراحة مواطنينا، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية كذلك التي تخلفها هذه الظاهرة. نتحدث على هذه الفترة بالذات، نعم، وعلى المقارنة من جهة أخرى. إذا تحدثنا عن هذه الفترة يعني من جانفي حتى الأفريل، هي فترة تقلبات جوية، صحيح؟ صح. فترة تقلبات جوية، فترة تخفيف كبير في الحجر المنزلي، لأنه لما قارنا هذه الإحصائيات، هذا الرباعي مع الرباعي تاع سنة 2020، ما ننسوش أنه سنة 2020 مارس وأفريل يعني كان هناك حجر كلي، منزلي كلي، حجر منزلي كلي، وبالتالي هذه الزيادة المرتفعة عندها علاقة بالحد من تنقلات المواطنين في 2020، خاصة في شهر مارس وأفريل. لكن رغم ذلك نقولوا انه هذه الارقام تبقى ارقام، صح، كبيره وكبيره جدا، بالاضافه الى انه كل ما تكون هناك فتره تقلبات جويه، فقط منذ قليل قلت لي حياة انه اليوم فقط لقيت بشحال من البارح البارح مع الزخات الاولى سيده خلاف، والله يعني هنا على مستوى العاصمه كانت كثير من الحوادث، يعني ليست بالخطيره لكن للاسف تعتبر خسائر اقتصاديه بالنسبه للانسان اللي راه مع الصباح يفتح يا رزاق يتوكل على ربي، وربما هي فقط كما نقولوا لحظات فقط وأدى إلى المشكلة والحادث. صحيح، لأنه القطرات الأولى من المطر بعد توقف لعدة أيام، خاصة مع الأطربة، يعني نشوفوا الأمطار الأخيرة يعني كانت مرفوقة بأطربة، كل هذا يزيد من انزلاق الطريق، قارعة الطريق، وبالتالي احنا للاسف نسبه كبيره من السائقين ما يكيفوش السياقه ديالهم حسب هذه التقلبات الجويه، وما ياخذوش بعين الاعتبار انه لما تكون الطريق زالقه هذا راح يعني ابسط مناوره ولا ابسط توقيف عنيف للمركبه يقدر يؤدي الى انزلاقها، ولما تنزلق المركبه هذا يخلي انه السائق يتورط في سلسله من الحوادث الاخرى، يعني يقيس مركبات اخرى ولا يقيس حتى فئه الراجلين. وبالتالي هذه التقلبات الجويه اللي من المفروض تخلينا نضعفوا الحيطه والحذر، هناك فئه ما تقومش بهذه الامور وتسوق بنفس الطريقه اللي كانت تسوق بها في الحال، يعني جفاف قارعه الطريق، وما كاش باحتياط، ما كاش حذر، ما كاش تركيز اكثر على الطريق. صح. هذا اللي يخلي انه لما تكون مثل هذه الاحوال الجويه نشوفوا العديد من الانزلاقات، العديد من حوادث المرور عبر الطرقات. ربما لما يكون هناك ازدحام وما تكونش هناك سيولة في حركة المرور، الحادث يكون مادي فقط، لكن لما تكون هناك سيولة في حركة المرور، يعني ما كاش هناك ازدحام، للأسف مثل هذه الانزلاقات تكون بخطورتها أكبر، لأن السرعة للأسف احنا ما زلنا نقود بسرعة كبيرة، بسرعة مخالفة لإشارات تحديد السرعة الموجودة عبر الطرق، وهذا اللي يؤدي إلى خطورة أكبر في الحوادث. والله يا سيدة خلاف، بما أنك تحدثتي عن مقارنة، ربما كما قلتي أنت ما نقدروش نقارنه 100%، لكن بالرغم من هذا تبقى حوادث المرور في هذه السنة، ونحن مع البدايات الشهور الأولى، يعني لا سمح الله حتى نهاية العام أكيد ثمنة أشهر حتكون الحصيلة ثقيلة وأثقل وكبيرة للأسف. وهنا فقط يعني نزيد نشير إلى أنه اللي راهو جاي هو موسم الاصطياف، موسم العطل، تحركات كثيرة، موسم العطل، موسم الاصطياف، موسم وين تكون في حركية كبيرة وكبيرة جدا عبر الطرقات، خاصة الولايات الساحلية وين الناس تخرج بزاف، تسوق بزاف، العائلات تكون تقريبا كلها في السيارة، وبالتالي هذا كذلك من العوامل اللي يزيد في مؤشر الخطورة بالنسبة لحوادث المرور. فبالتالي يعني نحن اليوم نتجند بطريقة
يعني مضاعفة لمواجهة هذه الزيادة اللي سجلناها منذ بداية السنة، وكذلك تحضيرا لموسم الاصطياف، لأنه للأسف وكذلك من الفترات اللي تشهد ارتفاع في عدد الحوادث. لكن سنسعى بكل ما نمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية لمحاولة الحد من تفاقم هذه الظاهرة، خاصة خلال موسم الاصطياف اللي من المفروض يكون موسم راحة، موسم نزهة، موسم لقاء العائلة والأسرة، موسم يعني العائلات فيه تفرح. لكن لما تكون هناك ما يكونش هناك احتياطات، ما يكونش هناك احترام لقوانين وقواعد المرور، اكيد هذه الفرحه راح تولي شيء اخر لا قدر الله. اكيد والله. راني نشوفك سيده خلاف تتكلمي بتحسر حقيقه، لانه هذه الظاهره السلبيه طغت على المجتمع الجزائري، وكفانا من مثل هذه الحوادث والارواح اللي تزهق، خصوصا الارواح الابرياء الاطفال الصغار لحين يقطعوا الطريق. وانا نشوفك تتكلمي بحسره كهيئه وطنيه، لما تكون مثل هذه الاحصائيات وانتم تقوموا بكل ما بوسعكم من اجل، خصوصا في الاعمال الميدانيه، الحملات التحسيسية والتوعوية، وكذلك عبر كل السدود، يعني مشاركة مع كل أسلاك الأمن، وتشوفوا مثل هذه الإحصائيات، أعطيني ربما الشعور الحقيقي للهيئات الوطنية هذه لما تكون مثل كل هذه الجهود وما يكونش ربما المواطن على وعي وعلى دراية بقدر المسؤولية اللي راكم تقومون بها. والله هذا يخلينا حياة نحاولوا نعالجوا المشكل من أعماقه، لأنه ربما تقييم كل ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة يعطينا على الأقل جزء من الجواب على السؤال اللي طرحته. صح. لأنه تقييم الحملات التوعوية التحسيسية، تقييم النشاطات الجوارية، محاولة معرفة بدقة لماذا رغم كل حملات التوعية والتحسيس ربما هناك فئة من مستعملي الطريق لا تستجيب لهذه، نسألك على الفئة المعينة التي لا تستجيب لهذه الحملات التحسيسية. يجب تغيير ربما الأساليب، الدعائم التحسيسية، مضمون الرسائل التوعوية، ربما استغلال وسائل وطرق أخرى أكثر استقطابا لهذه الفئة التي لا تستجيب لعمليات التوعية والتحسيس. لما نتحدث على الفئات اللي ربما من الصعب جدا انك تقنعيها عن طريق حملات التوعيه والتحسيس، نجد فئه الشباب. صح، نجد فئه الشباب صحيح من الصعب جدا انك تقنعي هذه الفئه، رغم انه حاولنا كمندوبيه وطنيه للامن في الطرق يعني نستخدم حتى الوسائل الحديثه في التوعيه والتحسيس، يعني ما هو افتراضي وسائل التواصل الاجتماعي من جهه، ودعائم افتراضيه يعني لي كاسك فيرتوال، خودات السياقه الافتراضيه، لي سيمولاتور دو كوندويت، اجهزه محاكاه السياقه الافتراضيه. حاولنا عن طريق هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة أنه نستقطب هذه الفئة، لأنها فئة للأسف يعني نسبة كبيرة منها ما تقراش الدعائم الكلاسيكية، لكن عن طريق هذه الوسائل لقينا صدى أكبر. لكن يبقى المشكل في التطبيق. التطبيق ربما لما يخرج الشاب من هذا الفضاء، من فضاء التوعوي التحسيسي، يقول لك صحيح أنه راه واعي ومدرك لخطورة هذه الظاهرة، لكن لما يخرج للطريق، لما يستعمل المركبة، ربما تطغى أمور أخرى، تطغى ثقافته، تطغى تربيته، تطغى ما يريد أن يوصله عن طريق السياقة. لأنه في كثير من الحالات حتى النفسانيين يقول لك أنه سياقة المركبة هي وسيلة من وسائل إثبات الذات، وسيلة من وسائل حب الظهور، وسيلة من وسائل إثبات المكانة الاجتماعية. وبالتالي لما نشوف شاب ربما أقل من 25 سنة ولا أقل من 29 سنة عنده سيارة ربما آخر طراز، مدى به لما يكون يسوقها في حركة المرور يبان بها كما نقولوا حنايا. احنا مدى بينا إن شاء الله كل شبابنا يمتلكوا سيارات فاخرة، لكن بالعقل والمسؤولية والرزانة. صح. والإدراك والوعي والمسؤولية. لأنه إذا غابت هذه العوامل عن السياقة أكيد أنه راح يحل محلها الخطر.
راح يحل محلها حوادث المرور. نعم. راح يحل محلها هذه الإحصائيات اللي رانا نشوفوا فيهم، واللي لازم كذلك نذكروا أنه تقريبا 50% من الجرحى سنهم لا يتعدى 29 سنة، يعني فئة الشباب. 45% من الوفيات سنهم لا يتعدى 29 للأسف. سنة نفس المؤشرات. فئة التي تحصدها حوادث المرور هي فئة الشباب. وبالتالي نظن أنه العمليات التي تستهدف هذه الفئة من مستعملي الطريق اللي هي فئة الشباب يجب تطويرها، يجب مراجعتها، ويجب إدخال تعديلات وتغييرات جذرية عليها من أجل إقناع حقيقي لهذه الفئة بضرورة احترام قواعد وقوانين المرور لتفادي مثل هذه الحوادث. وكذلك ربما استعمال وسائل التواصل الاجتماعي أضحى ضرورة حتمية اليوم، بما أنه الإعلام أو التقليدي إحنا من كل يوم من خلال برامج صباح الخير الجزائر، حتى عندنا برامج خاصة بالتلفزيون الجزائري خاصة بالسلامة المرورية على غرار طريق السلامة، والكل الإشهارات اللي يقوم بها التلفزيون الجزائري من أجل الحد من هذه الظاهرة. اليوم أضحى ضروري جدا إشراك وسائل التواصل الاجتماعي، بما أنه كل يوم الشباب يولجوا داخل يتصفحوا الفيسبوك، يتصفحوا كل مواقع التواصل، ويتفاعلوا ربما مع مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من تفاعلهم مع النشاطات الجوارية. صح. ولا باقي وسائل الاتصال نحاولوا يعني عن طريقها نتصلوا بهم. مواقع التواصل الاجتماعي، المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هذا اليوم أصبح ضرورة لا مفر منها. الفنانين، الرياضيين، المشاهير، كل هذه الفئات اللي عندها تأثير كبير على الشباب والمراهقين، من الضروري اليوم أنه يتجندوا في قضية السلامة والأمن المروري، لأنه عن طريق هذه المؤثرين، عن طريق هذه الشخصيات يمكن للشباب أنهم يعني يفهموا هذه الظاهرة ويفهموا خطورة هذه الظاهرة، وهما كذلك يصبحوا حاملي رسالة. يعني إذا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق هذه الشبكة من الشبكة الاتصالية الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي، نظن أنه تأثيرها على هذه الفئة الشباب، تأثيرها وجعلهم هم يؤثرون بطريقة إيجابية في مجال أمن الطرق، ربما هذه الاستراتيجية المستقبلية إن شاء الله اللي راح نستخدمها مع هذه الفئة بحول الله تعالى. وأكيد حيكون عندهم كذلك هم محتوى هادف يلقوا به ربما كيفاش يروجوا لصفحاتهم وكذلك لشهرتهم. أكيد، ومحتوى هادف وهدف نبيل، هدف نبيل في الأخير جداً. هدف نبيل جدا أنك تساهمي في حماية وحفاظ على الأرواح والممتلكات. نظنوا ما كانش هدف أنبل من هذا الهدف، الحفاظ على الأرواح اللي ربي سبحانه كرمها، ويعني إحياء شخص واحد وكأنه أحيا الناس جميعا. وكذلك هنقول إحنا الجزائر أكيد تحتاج كل أبنائها، خاصة شبابها كل أبنائها شبابها. لكن الشباب اللي نعولوا عليهم كثير ما نحبوش والله العظيم يروحوا هكذا فقط، خصوصا في مثل حوادث مرور للأسف ربما هو كان خارج من أجل تنزه مع أصحابه فرحة ورجعت العائلة كلها في مأساة. صحيح. ونتخيلوا مثلا من 10,000 جريح، ربما كثير منهم ما زالهم يرقدوا في المستشفيات بعاهات مستديمة. يعني لما نعود نذكر دائما أن السرعة المفرطة وعدم أخذ الحيطة والحذر والتجاوز الخطير من أهم أسباب وقوع حوادث المرور، هنا نعرف أنه من 10,000 جريح أكيد نسبة كبيرة منهم جروحهم والإصابات تحهم تكون بالغة. يعني والله لازم نعود نراجعوا تصرفاتنا وطريقة سياقتنا للمركبات وطريقة استعمالنا الطريق. صح. وطريقة إدراكنا لهذه الظاهرة الخطيرة اللي راهي تستنزف مقوماتنا البشرية. مقومات الحياة بالنسبة لأي مجتمع هي المقومة البشرية. أكيد، يعطيك الصحة سيدة فاطمة خلاف، شكرا لك على كل هذه الرسائل التحسيسية والتوعوية. أنا لما نكون معك والله العظيم منحس أنه عندنا جانب كبير لازم نقوموا به كإعلاميين، كمندوبية، يعني الكل، كهيئات، كمجتمع مدني، كمواطن بسيط. صح. كأم في البيت، والله حياة الأم في البيت حتى ماكثة في البيت تقدر يكون عندها دور إيجابي وفعال جدا. يكفي أنه قبل ما يخرجوا أولادها للدراسة أو أبنائها للعمل أو زوجها للعمل، نصيحة تقدمها. صح. كل صباح انتبهوا بالك وحذروا كي تكونوا في الطريق، ما تزربش كي تكون تسوق،
والله نصائح بسيطة لكنها تعلق في الأذهان، تعلق في ذهن الإبن أو الإبنة، تعلق في ذهن الزوج. يعني أمور نصائح مثل هذه تقدر تخلي الإنسان يراجع طريقته في السياقة ويحاول أنه يكون أكثر حذر وأكثر تركيز على السياقة، وبالتالي يتفادى حوادث. إن شاء الله يعطيك الصحة. احنا نقول فقط احنا جزء من هذه المعادلة، لكن الجزء الأساسي في هذه المعادلة ككل هو المواطن من خلال تطبيق كل القوانين. أكيد نعم. يبقى تطبيق والالتزام بقوانين المرور هو طوق النجاة بالنسبة للجميع، وبالنسبة للحل الوحيد بالنسبة للسلامة والأمن المروري عبر طرقاتنا. يكفي أن نطبق قانون المرور لأنه وجد من أجل تسيير حركة المرور، وجد من أجل سلامتنا وسلامة مستعملي الطريق. يعني قسم الحقوق والفضاء عبر الطرقات بطريقة تجعل من استعمال الطريق فضاء مشترك نتقاسمه جميعا بدون ما يكون هناك أي مشكل. يكفي فقط نحترم هذه القوانين التي تسير حركة المرور، ونسهلوا المهمة على مصالح الأمن، نسهلوا المهمة على كل المصالح اللي ربما لما يقع حادث المرور والله على عاتقهم مسؤولية، ومسؤولية كبيرة مثل رجال الحماية المدنية. يعني نخلوا هذه الإمكانيات والطاقات البشرية ربما لمشاكل أكبر، لمشاكل مش كما حوادث المرور اللي نقدروا نتحكموا فيها باحترامنا بوعينا بمسؤوليتنا. يعطيك الصحة سيدة فاطمة خلاف، شكرا لك، يومك موفق وللجميع إن شاء الله، ونتمنوا السلامة والأمان للجميع إن شاء الله. أكيد شكرا لك، صباح السلامة للجميع. نسأل الله أن يجعل الجميع في أمانه وسلامه وضمانه كذلك وإحسانه من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر. كلنا أكيد طاقة إيجابية، ابتسموا تفائلوا خير خصوصا في هذا اليوم الجميل. إلى كل من يريد معرفة أحوال الطقس لهذا اليوم، أكيد الزميلة والرائعة صبرين أبو زيان بعد الفاصل. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. صباح الخير، صباح الأجواء الهادئة والجميلة. كيف أحوالك صبرينا؟ بخير حياة، شكرا حياة. صباح الخير ليك والأستاذة خلاف وكل مشاهدينا الكرام. يعني الأجواء راهي بخير حياة، الحمد لله. هناك يعني لطافة في الجو، هناك أجواء منعشة تميز حاليا أغلب المناطق الشمالية، لكن بمجرد طلوع الأشعة الشمسية ولو أن درجة الحرارة يعني ستعرف تراجع مقارنة بالأيام الفارطة، لكن رغم ذلك سنبقى نحس يعني نوعا ما بالحرارة بمجرد طلوع الأشعة الشمسية. بالنسبة لنهار اليوم، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بإذن الله ضباب متشكل حاليا على كافة السواحل، سينقشع تدريجيا، يجب أخذ الحيطة والحذر، الرؤية ضعيفة في بعض الأماكن، تتبعها أجواء مشمسة على السواحل الغربية، مغشى جزئيا على المناطق أو السواحل الوسطى والشرقية. بالنسبة للمناطق الداخلية ستبقى أجواء رعدية تخصها خاصة خلال الظهيرة لما نقول رعود، احتمال لبعض الأمطار المحلية. الرياح ستكون قوية نسبيا على الهضاب الوسطى والغربية، ستعمل على تطاير بعض الرمال، صفاء تام على شمال الصحراء والواحات. تبقى أجواء مغشاة جزئيا بكافة الجنوب الغربي إلى غاية وسط الصحراء، ودائما رعود موسمية تخص أقصى الجنوب نحو مرتفعات الهوغار والتاسيلي، احتمال لبعض الأمطار الرعدية المحلية. الرياح أيضا ستكون قوية نسبيا على الصورة شمال الصحراء، ستعمل على تطاير بعض الرمال. بالنسبة للحرارة القصوى المنتظرة خلال ظهيرة اليوم تعرف تراجع، تكون معتدلة إن صح التعبير، ما بين 24 إلى غاية 25 درجة على السواحل، 22 درجة بغليزان ستعرف تراجع ملحوظ، 25 درجة بالبيض والجلفة، كذلك بتيزي وزو تقريبا نفس المقياس بقسنطينة، ترتفع بباتنا وسطيف لتقارب 27 درجة، أما جنوبا في حدود 36 درجة بالمغير، ببسكرة، بتوغرد، 38 درجة بالأغواط وغردايا، 34 درجة ببشار، 39 درجة بتندوف، ما بين 37 إلى 39 درجة ما بين مرتفعات الهوغار والتاسيلي لغاية من بين الهوغار إلى غاية التاسيلي، وترتفع أكثر نحو إليزي
تيميمون أضرار المنيعة عين صالح برج باجي مختار وإنقزام لتقارب 45 درجة. فيما يخص البحر لنهار اليوم، الرياح بإذن الله ستكون غربية إلى شمالية غربية على كافة السواحل، عدا في بعض الأحيان تدور إلى جنوبية غربية على سواحل الغربية. البحر سيكون مضطرب على السواحل الشرقية، قليل الاضطراب بسواحل الوسطى والغربية، رياح سرعتها تكون من ضعيفة إلى معتدلة بسواحل الوسطى والشرقية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة نستهلها بيوم الغد، دائما أجواء مشمسة على السواحل الوسطى والغربية، مغشى جزئيا نحو السواحل الشرقية، تحسن في حالة الطقس على المناطق الداخلية، لكن الرياح يوم الغد ستكون قوية نسبيا على أغلب السواحل الوسطى والغربية، صفاء تام من الجنوب الغربي نحو شمال الصحراء، أمطار رعدية مرتقبة على وسط الصحراء أقصى الجنوب نحو مرتفعات الهوغار وتاسيلي، ارتفاع لدرجات الحرارة على كافة المناطق الشمالية. يوم الأربعاء بحول الله هنا مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بعض الأمطار على كافة المناطق الوسطى والشرقية وحتى على المناطق الداخلية والهضاب العليا، الرياح ستكون قوية نسبيا على طول الشريط الساحلي، تبقى نفس الأجواء بالنسبة لوسط الصحراء أقصى الجنوب ومرتفعات هوغار وتاسيلي تخصها بعض الأمطار، مغشى جزئيا بالجنوب الغربي. دائما درجة الحرارة ستكون مرتفعة خاصة بالمناطق الداخلية ووسط الصحراء، تبقى دائما أجواء حارة إلى غاية أقصى الجنوب. يوم الخميس بحول الله تقريبا نفس الوضعية الجوية على الهضاب الغربية والوسطى، بعض الأمطار تحسن نحو المناطق الشرقية، سحب سفلى ستبقى تنتشر بسواحل الوسطى والغربية، دائما هنا الرياح ستبقى قوية نسبيا، وأيضا تطاير الرمال سيبقى يشمل أغلب المناطق الجنوبية، درجة الحرارة ستبقى مستقرة على العموم. نعود إلى نهار اليوم على مستوى العاصمة بالتحديد، وقت غروب الشمس سيكون بإذن الله في حدود الساعة 7:55، ودائما لأكثر تفاصيل تبقى عناوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة. أشكركم على حسن المتابعة، تبقى حياة في خدمتكم بعد الفاصل. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. شكرا لك صبرنا الكل، يبعث لك تحية صباحية من عند أحمد سيد سيما طيبي، يقول صبرنا صباح النور، هي كذلك تقول لك صباح الأنوار، كذلك مسابو مايا لولا يهدي تحيتهم كلها لصبرنا وإلى كل من يتفاعل معنا في هذا الصباح. محمد أكيد كل أصدقاء البرنامج تستناو أنكم تتفاعلوا معنا من خلال بعض الأسئلة. اليوم موضوعنا الرئيسي لنا اليوم سوف يكون، أنا قلت في البداية أنه حديث الساعة حول الامتحانات وهاجس الامتحانات عند الأسر الجزائرية. التفكير الإيجابي والتوازن في الحياة لا يكون إلا بالاختيار والمسؤولية وكذلك شيء آخر، هذا ما سنعرفه من خلال فنون الحياة. مرحبا بك سفيان. احنا نستقبلك بدون بروتوكولات، لا فاصل لا أي شيء، هذا كش نحب أنا. تفضل مرحبا بك، كيف أحوالك؟ الحمد لله. صحة لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. فنون الحياة؟ الحمد لله. الحمد لله. اليوم موضوع القوة الثلاثية. صح. أنا ماذا بيا تعرفنا معنى القوة الثلاثية وكيفاش نستعملوها في الحياة؟ أنت قلتي الاختيار و قلت الاختيار، قلت المسؤولية. نعم. صح. بقى شيء آخر. قبل هادو كاين الأولى، يعني القوة الأولى هي القرار. القرار. يعني قبل ما يجوا هاد الزوج، لأن أنت قلتي الاختيار والمسؤولية. نعم. فمشيتي في نفس السياق. هو القرار. نعم. إنسان عنده ثلاث قوى يمشيوا دائما في نفس السياق او في تناسق، يعني حتى بلا ما نختاروا احنا، يعني هما يمشيوا اصلا بطريقه اليه. نعم. اول قوه هي القرار. تعرفي سيدتي كان واحد المعادله انا دائما نسمعها في كثير من المناسبات، كل واحد فينا عنده رغبه معينه. صح. لما نقولوا مثل نجاح او دراسه او كذا، هناك رغبه في العمل، رغبة في النجاح بصفة عامة، ولكن الرغبة وحدها كلمة وحدها أو كقيمة لا تكفي. نعم. لأن كلنا لنا رغبات. أكيد. حب نقرأ، حب نسافر، حب اللي حب يتزوج، اللي حب يشري سيارة وهكذا. فالرغبة وحدها لا تكفي، لازم نزيدوا لها كلمة أخرى أو قيمة أخرى باش تعود هناك إرادة. أنا أذكر في 2017 حضرت محاضرة مع أستاذ
وكنا تقريبا في 100 شخص تقريبا. وحكم كتاب يعني مسك كتاب في يده وقال من منكم يريد ان يتحصل على هذا الكتاب. طبعا كلنا كل يريد ان يتحصل على الكتاب. صح. هذه لما الانسان يرفض يده عندها علاقه بالرغبه لا اكثر ولا اقل. مش اراده، رغبه. واش دار واحد من القاف صح فقط سفيان، يعني الانسان اللي ما رفضش يده ما عندوش رغبه نهائيا، ممكن ما حبش يشارك فقط. ما حبش يشارك فقط لانه كل واحد وشخصيته. صح. ولكن اغلب الناس شاركوا انهم حابين ياخذوا هذاك الكتاب والكتاب قيم. واحد من القاع ومن من من ولايه سطيف واش دار؟ رفض يده عادي جدا، ومن بعد ناض وراح للمنصه وحكم دا الكتاب وراح. ناض خذا الكتاب من يد الاستاذ وعاود رجع لمكانه. فهو قرار خذا قرار انه يدي الكتاب لانه الرغبه وحدها اني ناخذ اني حاب وخلاص. هذه لا تكفي. لذلك الرغبة زائد القرار تساوي الإرادة. كيفاش كانت ردة فعل الأستاذ اللي كان على المنصة وهو المحاضر؟ أعطاه له لأنه كان يريد هذا الأمر. لأنه الرغبة حاب تنجح بصح، أعطيني قرارك، هل بديت؟ لذلك ناس بزاف يقول لك أني حاب ندير مشروع بصح ما بداش. صح. يعني أذكر في السنوات الماضية جاني شخص يخدم في محل للبيع الأواني. هو خدام برك وشاب في عمره 22 و 23 سنه. فحكى لي قال لي اني نخدم وكرهت وشهريتي ما تكفيش وكذا. قلت له انت هل تعاملك مع الزبائن مليح؟ قال لي يشريو غير عليا وصغير هكا في السن ويحبوه لانه صغير وهكذا. قلت له هل تعرف الناس اللي يجيبوا السلعه للمحل؟ قال لي ايه. قلت له علاش ما تفكرش انك تفتح محل وحدك؟ مشروع خاص. مشروع خاص. لأنه هو عنده مشروع خاص ان شاء الله فاتح في احد المدن هنا في الجزائر العاصمه. الله ان شاء الله. فقط لانه خذا قرار وبدا. طبعا فيما يخص القرار، لانه هو الفيصل الوحيد او هي القيمه الفيصل الوحيد بين الاراده او الرغبه والاراده او القدره. ما دام انسان ما خداش قرار معناتها مش قادر. فهمنا فقط الفكره؟ نعم. صح. هناك واحد القصه تاع واحد جارنا، يعني جاري من هنا في عمري 5 سنوات نشفاله. كان مبتلى بشرب الخمر. نعم. صح. مرت الايام والسنوات وانا كبرت ولادي كبروا وكان مازال على هذه الحاله. للاسف. قبل 4 سنوات او 5 سنوات تقريبا هكذا التزم التزام شديد خلاص. ربي عفى عليه. عفى عليه. ما شاء الله. عاد بالقميص وملتحي ما شاء الله، يعني دار السنه والتزم في الطريق الصحيح. وكان كل ما يحبط مثال يروح لباب الواد ولا شيء يشري المسك ويروح يوزع للاولاد. حتى ابني عاد تعود يقول لي عمو فلان، ما نذكرش اسمه، عمو فلان ما جابليش المسك اليوم او لهاد السمانه، لانه تعودوا عليه انه يجيب لهم المسك والرائحه وهكذا. تخيلي كيفاش ختم حياته. صلى الفجر وحكمته واحد الضيق في صدره هكا، وجع في صدره. بعد برهه راح للمستشفى وتوفى على هذيك الحاله. تخيلي انه واش دار هو؟ خدا قرار نهائي، ما يقولش انا عندي سنوات وانا يعني اعزكم الله نشرب في الخمر وما نقدرش الان نتخلص منه او نحيه من راسي. خدا قرار نهائي، لذلك القرار حسن الخاتمه. حسن الخاتمه. نعم. فهنا قرار خداه غير له حياته كلها. ملي كان ممكن الناس ما يتعاملوش معاه عادوا يحبوه، لانه اظهر انه صح انسان صافي في حياته. اراد التغيير حقا. صح. هذا قرار. النقطة الثانية هي الاختيار. اللي قلتي عليها. نعم. الاختيار. الانسان لما مثال خلينا نقولوا انه يحب يبرمج حاجة جديدة في حياته. البرمجة كيفاش تجي؟ مثلا نحب نعطي الأمثلة لحتى يفهم. يحب يبرمج مثال انه يقرأ أو يحفظ القرآن. نعم. حفظ القرآن مثلا. صح. يبرمج يدير برنامج صحة ويحفظ مثال عدد آيات معينة بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة المغرب وهكذا، مثال 5 آيات 10 آيات وهكذا. هنا وش يصرى؟ البرمجة تصبح بالخيار، لأن البرمجة تتكون من 3 مراحل أو 3 طرق. نعم. الطريقة الأولى هي التكرار. تكرر حاجة تعود برمجة. ثاني طريقة بالكثافة بليزيموسيون. الطريقة الثالثة بالخيار، أنا الذي أختار هذا الطريق. نعم. لذلك الإنسان مخير وليس مسير. صح. ما دام الإنسان مخير معناتها ربي خلق له مكانة في الجنة ومكانة في النار. أكيد. ما
فهو الذي يختار المكان اللي يروح ليه. طبعا ممكن اختار الكلمات التي استعملها، اختار الصحبة التي صاحبها او صاحبها، اختار الافكار التي تراودني. لانه العقل الانسان يقول لك انا هكا تفكيري، ما كانش انسان تفكيره هكا. العقل ليس كل الانسان، العقل جزء من الانسان، انت لست عقلك، عقلك جزء منك. معناتها ماذا هو جزء منك؟ معناتها الافكار جزء منك، معناتها يستطيع الانسان ان يغير افكاره. نعم، هذه بالاختيار. اختيار. النقطه الثالثه هي المسؤوليه. المسؤوليه انا اظن انه اصعب شيء انه يقوم الانسان بالمرحلتين الاولى، هو اتخاذ القرار صح، وكذلك الاختيار والمسؤوليه. المسؤوليه نظن عندها ثقل كبير. ثقل كبير. طبعا المسؤوليه ليست ما تجيش في فطره الانسان. لو كانت فطريه لو الرضيع يقدر يتحمل مسؤوليته وحده، ولكن امه هي اللي تحمل مسؤوليته او ابوه او اخوه الكبير. فهنا تحميل المسؤوليه هي مهاره مكتسبه. في بعض المرات كان يجوني واحد يعني ناس يخدموا معايا في المجال تاعي، يتلقاه خدم في مجال الوظيفه سنوات، بعد يحب يفتح مشروع، يجيه صعب انه يفتح مشروع لانه تعود على نسق معين في العمل. صح، يقول لك انا موالف من 8 ل 5 وهكذا. لما يفتح مشروع يحس بماذا؟ يحس بالحريه، والحريه مش مليحه في بعض المرات في العمل. يقول لك انا حر، يقول لك انا نخدم عند روحي. وش معناتها نخدم عند روحي؟ اي تاجر سقسيه يقول لك وش معناتها تخدم عند روحك؟ يقول لك نخلص روحي، ما يديرش هريه الروح، ما يصرفش من لاكاس ولا حتى ما يكون ما يكونش مقيد ربما من طرف رب العمل اكثر. سفيان، لانه وش يصرى له؟ يصرى له قيمه تعويضيه لما يكون مقيد من طرف رب العمل ولا المسؤول تاعه. لما يفتح مشروع يحس بنوع من الحريه. هذيك الحريه في البدايه ماهيش مليحه، لازم هو يقيد نفسه. لذلك هو يكون بالنسبه ليه يكون هذاك، يقول احنا نقولوا لو بيغ باترون اي لو ميور سالاري، يكون بالنسبه ليه هو افضل موظف وهذاك اصعب مدير عمل بالنسبه ليه، بينه وبين روحه. لذلك الاعمال الحره مثلا، اللي يحب مثال يدير اعمال حره، كانه شتي مثال القطعه النقديه، لو نقول قطعه نقديه تاع 100 دينار مثلا او 200 دينار، فيها الجهتين. الجهه الاولى هي الحريه، الجهه الثانيه هي المسؤوليه. لو ما يتحملش مسؤوليته التجاره تاعو راح تروح في طريق أكيد. لا يعني راح يخسر، لا يصلح، راح يخسر. لذلك اي انسان الان تاجر او عنده شركه، غالبا اللي يعرف يخدم صح ما يصرفش من لاكاس تاعو، يدير شهريه كانه شهار، يقول لك انا عندي شهريه نخلص روحي. هذه واش معناتها نخدم عند روحي؟ معناتها يتحمل مسؤوليته وما يصرفش من اي مال كان. لذلك هذوما ثلاث امور او ثلاث محاور يمشيوا مع بعض. لا. القرار، طبعا كلمه قرار سيدتي، الانسان اللي ما ياخذش قرار مش معناه ما عندوش القدره. اللي ما ياخذش قرار سواء قرار مهني او شخصي مش معناه ما عندوش القدره، يريد ان ياخذ قرارا صحيحا. وهذه من اكبر الهفوات اللي كما يقولون نلقاها في حياتنا. ماذا بيا ناخذ قرار صحيح يا ما نتخذش قرار نهائيا. العبره في اتخاذ القرارات سواء كان فاشل او ناجح، كلنا ناخذ قرارات خاطئه. نعم، كلنا، ما كانش واحد انسان منزه اكيد الا الانبياء. اما احنا يعني الناس العاديين ناخذ قرارات سواء مهنيه سواء شخصيه، قرارات خاطئه وقرارات صحيحه اكيد. الانسان الناجح تعرفي على مدى يبنى؟ يبنى على عدد القرارات الخاطئة التي أخذها. علاش؟ لأن هناك التعلم بالخطأ، من طرق التعلم المختلفة. هناك التعلم بالكتاب، هناك تعلم مثال بالمبالغة، أني أبالغ في المثال. أحد طرق التعلم أو إحدى طرق التعلم هي التعلم بالخطأ، أني لما نغلط نتعلم. لو نسقطوا الأمر كذلك، نسقطوها على العلماء، كانوا قاموا تجارب فاشلة كثير حتى خرجوا بقرار صائب وتجربة. سبحان الله. وحنا رانا كما نقولوا نتطفل على العلماء هذو. صح، فقط مجرد قرارات من أجل بناء الحياة. بناء الحياة. فالإنسان يأخذ قراراته، المهم أنه يأخذ قرار. أكيد. والقرار الآن هذه أيضا مهارة وتبدأ من اللي كان صغير الطفل. ما ندخلوش في قراراته. صح. يعني خاصة تكوين شخصية الطفل هو بالمشاركة، التربية بالمشاركة. نقول وش رايك في هذه؟
مثال الان راهم على في الامتحانات قريني الام تقول له قريني واش رايك لو كان نقراو مع بعض خلي هو يبادر هذا الموضوع خلوه الاستاذ رابح الاسقى عنده ما يهدر اكيد عنده ما يهدر لانه في البيداغوجيا اكيد فلذلك القرارات الانسان اللي ياخذ قرار في حياته راح يبني شخصيته حتى وتكون قرارات خاطئه لانه اغلب قراراتنا خاطئه. بما انك تحدثت سفيان عن ابنائنا والنشء واكيد مهم جدا انه نعلموهم القرارات منذ الصغر حتى تكون عندهم شخصيه سويه مستقبلا صح. يعني ما يعيشوش على اساس انه اطفال وبعد مستقبلا يقولوا شباب طائشين. كنا نتكلموا مع سيده خلاف تحدثنا على النسبه الكبيره المتسببه في حوادث المرور للاسف هي نسبه الشباب. لو كان هذا الشاب مسؤول وعلى قدر المسؤوليه صح. اكيد ما راحش يقوم بمثل هذه الحوادث المرور ويؤدي بحياته الى التهلكه. بالنسبه لاطفالنا انت قلت مهم جدا ان يشاركوهم صح. ربما لو تعطينا بعض الحيل الصغيره كيفاش نتعاملوا مع ابنائنا منذ الصغر في اتخاذ القرارات صح. اولا لما نحبوا نحكيوا معاهم ما نحكيوش معاهم واحنا واقفين. نعم يعني اذا كان لا ادري تحب نمثلها لك هكذا معليش تفضل. اذا كان ابني واقف انا نتعامل معها مع اولادي سواء الكبيره او الصغير. نعم ربي ان شاء الله لما نحب نتعامل معاه نعم ولا نمد له امر من الاوامر من نقدر نوقف معليش ممكن على حسب الصحه واش ندير عوض ما نوقف ولا نبقى واقف نحبط معاه في نفس مستوى طوله يعني نكون الند صح. هنا باش ما يحسش روحه انه محقور، لانه الانسان لما يخزر فيك بهالطريقه مهما كان راح يحس روحه صغير. لذلك مليح انه نكونوا في مستوى طوله. سواء كما احنا نقولوا بالعاميه نطابس العين في العين في نفس المستوى. في نفس المستوى. هنا لما نحكي معاه راح يسمعني. الطريقه الثانيه اني ما نكونش نواجهه. ما نواجهوش في لغه الجسد. يعني نحكي معاه بالجنب. وما نخزرش فيه اصلا لانه هذه نشوفوها فقط في المناظرات ونشوفوها فقط في لي نيغوسياسيون انه انسان مقابل انسان انه هناك مصلحه كل واحد يحب ياخذ اكيد جهة. الصفقة صح. فهذا امر. اما الطفل لا الطفل ما لازمش نريح معه مقابله. نعم. ثالث نقطه لما نحب نريح على يمينه باش يحس بالامان. اش يقول لك البرادروا البرادر هو اي جايه في لغه الجسد الذراع الايمن. الذراع الايمن يقول لك هذا ذراعي اليمن صح. لذلك في الطفل نحب نحكي معاه ويسمعني نحكي معاه هو يتجالس هنا وانا جالس على يمينه ومشي مقابله جانب. لما يكون يتفرج في رسم متحركه ما نقولوش ما كانش منها هذه لانه ما يصدقش لانه صغير هو ما يعرفش ما عندوش وعي خاصه قبل 7 سنوات ما عندوش وعي نيب كونسيون. نقول له مثال نحب مثال نقول له هذا يغسل سنانه. نسقسي برك. صح. الان نخليه بينه وبين روحه يتساءل. ويصوطي فوق البنايات ويحارب الاشرار ولا ادري بصح ما يغسلش سنانه. نقول له بصح يغسل سنانه. يقول لي ما شافوش اصلا يغسل سنانه الا في حالات نادرة. حالات نادرة جدا. نادرة. خليه بينه وبين روحه. فهو يبدا يتساءل علاش ما يغسلش في سنانه. والله يا سفيان هنايا راح ندخلوا في واحد المواضيع صح. خصوصا الرسومات المتحركه الهادفه اللي ما راهيش موجوده كثير في لا ما راهش يشاهدها اليوم ابنائنا للاسف. ربما لو نرجعوا فقط سنوات للوراء كانت كل الرسومات المتحركه هادفه. يعني كما اليوم فيها عنف نوع من العنف وهنا ربما مش نقدر نقولوا انه رانا نهدموا في شخصيه ابنائنا نربوهم على العنف نربوهم على مستقبل نقدر نقول ضائع لانه الطفل يتبع ويقلد. علاش لانه احنا قلنا لغه الجسد هي اكثر لغه مؤثره صح. يعني الصوره الرسوم المتحركه صور الوان والناس اللي يخدموهم تجارية أغراض تجارية صح. لا أكثر ولا أقل ما يهموش فيك. الآن لو ناخذ مثال الرسوم المتحركة التي نشاهدها في بعض مع الأسف في بعض القنوات العربية نعم كلها عنف كلها قتل وكذا وأشرار ولا أدري. روحي شوفي الآن في تكرار كثير للحلقات سفيان بالرغم من أنه هذا مش موضوعنا.
علاش برمجة؟ وهذا الشيء ربما بما أنك أنت كوتش ومختص في هذا المجال، شيء أنه طبيعي أنه يشاهد ابن حلقات متكررة في نفس الحلقة؟ هو في علم النفس غير طبيعي، أمر غير طبيعي، صح، لأنه تكرار المشهد، العقل لا يفرق بين الحقيقة والخيال، صح. ما إحنا كبار، تخيلي سيدتي كاين مثل مسلسلات لأكثر من 100 حلقة نعيشه مع المسلسل، هذيك وطلقها، هذيك هربت، هذاك وضربها، هذاك وضربه، هذاك ودخل الحبس، هذاك وقتله، نعيشه في القصة ونعود نشاهده حتى في أحلامنا، صح. يعود هذاك الإنسان عايش في القصة، واش تعود تأثر له على حياته الشخصية، يعود يتعامل بلا ما يفيق يتعامل مع الواقع تاعو بنفس الطريقة التي كان يشاهدها في المسلسلات. تخيلي سيدتي عملوا دراسة، نعم، لقوا أنه الإنسان الذي يشاهد الأخبار السلبية مدة 21 يوم فقط 21، نعم، يوم صح، وتوقف له الجهاز سواء الراديو سواء مواقع التواصل الاجتماعي مهما كان باختلافها، يعود هو يكري أخبار سلبية. العقل لا يقبل الفراغ، لما أنا حاجة كما إدمان، صح، الإدمان نفس، صح، الشيء، صح، إدمان الأخبار السلبية، يعود هو يحوس على الأخبار السلبية. لو توقف له سواء الفيسبوك أو المهم مواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة، توقف له التلفزيون، توقف له الجريدة اللي تحكي على الفضائح وهكذا، خلاص يعود والو، عقله ما يقبلش الفراغ، لازم يغديه. باش يغديه؟ هذه كاني شفتها، هذا كاني شفته، ويا اصلا ما كانش منها. والله فكرتني سوفيا، انا قلت لك خرجنا على الموضوع، لكن لانه السياق نفس السياق هو القرارات، اتخاذ القرارات. في دراسه كذلك كنت قراتها، وكذلك كنت تحدث فيها في برنامج صباح الخير يا الجزائر، انه منظمه الصحه العالميه في دراسه ميدانيه قامت بها ادرجت العاب المدمنين على الالكترونيات، الالعاب الالكترونيه خصوصا عند فئه الاطفال، من ضمن الامراض الخطيره جدا التي يستوجب ان يعني يكون عندها كما نقولوا حنايا حيز في كل المستشفيات. يعني هنا باش تعرف انه درجه الخطوره ليس فقط للادمان، كنا نتكلم عن المخدرات، الكحول الى غير ذلك، صح. لكن اليوم اصبح انا نظن حتى وسائل التواصل الاجتماعي مستقبلا راح تكون عندها خطوره كبيره على الاشخاص، هذا فقط لاتخاذ القرارات. نرجعوا الموضوع على سفيان، ادمان، نعم، ادمان الالعاب الالكترونيه اخطر من ادمان المخدرات، اكيد. احنا ممكن نشوفوا انسان مدمن مخدرات كانه حاجه، المدمن على الألعاب الإلكترونية أخطر بكثير، صح. في الأخير سفيان، ربما عن هذه القوة الثلاثية التي حدثتنا فيها عن هذه الصباح، هي تعمل بطريقة آلية، تعمل بطريقة آلية. لو الإنسان ما يأخذش قرار في حياته، نعم، راح يجي آخر يأخذ قرار في مكانه، صح، صح. لو ما يختارش طريقه وما يختارش أفكاره وما يختارش المشاعر وما يختارش الأفكار اللي عنده في عقله والصحبة الصالحة، راح يختاروه اصلا هما، صح. هذه النقطه الثانيه، والمسؤوليه مهاره تكتسب في سن الثانيه فما فوق، على شد دوزون، يعني في سن الطفوله مسؤوليه، ما شاء الله. هذا موضوع طبعا ماشي مسؤوليه تاع كبيره، نعم، ياكل وحده، مهم، اكيد هذا راح ندرسوا له موضوع، المسؤوليه. لذلك هناك تفرقه سيداتي مع الاسف بين تربيه الطفل والطفله والبنت، البنت تحملها مسؤولية قبل الولد. نخرجوا هذا الموضوع، ندرجوا هذا الموضوع غدا بحول الله، مسؤولية عند الأطفال إن شاء الله. هيا خلاص، المسؤولية عند الأطفال هو موضوع سفيان غدا بحول الرحمن. كان إذن هذا عن القوة الثلاثية، كونوا أقوياء، كونوا إيجابيين في اتخاذ قراراتكم خصوصا في هذا اليوم. نتمناه يوم جميل للجميع. إلى كل ما فاتته أحوال الطقس في هذا الصباح، تذكير ثاني مع صبرينا. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، أينما كنتم. صباح الخير مجددا حياة، صباح الخير لكم مشاهدينا الكرام. إذا بالنسبة لأحوال الطقس المنتظرة خلال نهار اليوم، هناك انتعاش نوعا ما في درجات الحرارة خلال هذه الصبيحة على كافة المناطق الشمالية. طبعا هناك أيضا ضباب محلي يميز أغلب السواحل وكذلك المرتفعات الداخلية الغربية، سينقشع تدريجيا لتصبح الأجواء مشمسة، هذا على السواحل الغربية. تبقى بعض السحب العليا منتشرة بدون فعالية على سواحل
الساحل الوسطى والشرقية. كلما اتجهنا نحو المناطق الداخلية هنا الأجواء ستكون رعدية خلال الظهيرة، ولما نقول رعود احتمال لبعض الأمطار المحلية. أجواء مغشاة جزئيا على كافة الجنوب الغربي لغاية وسط الصحراء، رعود موسمية تبقى تخص أقصى الجنوب نحو مرتفعات هوغار وتاسيلي مرفوقة لبعض الأمطار الرعدية، وأيضا تطاير الرمال سيشمل محليا شمال الصحراء الواحات احتمال أيضا حتى على الهضاب الوسطى والغربية. فيما يخص الحرارة القصوى خلال ظهيرة اليوم تكون معتدلة، مقاييس ما بين 24 إلى 26 درجة على السواحل والمناطق القرب ساحلية، ترتفع بباتنا بسطيف بخنشلة تقارب 27 درجة، في حدود 22 درجة فقط وهذا كأدنى مقياس هذه المرة بغليزان. أما على شمال الصحراء 38 درجة منتظرة بغردايا، 36 درجة بالمغير، بتوغورت، ببسكرة، 34 درجة ببشار، 39 درجة بتندوف وبني عباس، تقريبا نفس المقياس بالهوغار والتاسيلي. تبقى دائما أجواء حارة، درجة الحرارة تفوق 40 درجة بإليزي، ببرج بجي مختار، بإنقزام، بأدرار، تيميمون، إن صالح، وكذلك بالمنيعة لتصل إلى غاية 45 درجة تحت الظل. بالنسبة للبحر سيكون مضطرب خلال نهار اليوم على السواحل الشرقية، قليل الاضطراب بسواحل الوسطى والغربية، رياح من ضعيفة إلى معتدلة تأتينا من غربية تماما إلى شمالية غربية، أحيانا تدور إلى جنوبية غربية على سواحل الغربية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة نستهلها بيوم الغد، حيث دائما تبقى أجواء مستقرة ومشمسة على العموم على كافة المناطق الشمالية على شمال الصحراء والجنوب الغربي، لكن مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب هبوب رياح قوية نسبيا على سواحل الغربية وكذلك الوسطى، بعض الأمطار المحلية مرتقبة على وسط الصحراء مرتفعات الهوغار وتصل لغاية أقصى الجنوب. درجات الحرارة تعرف بعض الارتفاع خلال يوم الغد. يوم الأربعاء بحول الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب هبوب رياح جنوبية غربية ستعمل على نشاط بعض الأمطار نحو سواحل الوسطى وكذلك الشرقية، رياح قوية نسبيا أيضا على كافة السواحل، أمطار أيضا مرتقبة على كافة الهضاب العليا أحيانا على شكل زخات رعدية، أمطار أيضا موسمية بوسط الصحراء بأقصى الجنوب نحو مرتفعات الهوغار والتاسيلي، درجات الحرارة تبقى في استقرار. يوم الخميس بحول الله هناك تحسن من حيث الأمطار على سواحل الوسطى والشرقية، تبقى رياح قوية نسبيا دائما تخص سواحل الوسطى والغربية، وبعض الأمطار أيضا تبقى مرتقبة على الهضاب الغربية والوسطى، تحسن على كل المناطق الشرقية، أمطار دائما على وسط الصحراء وأقصى الجنوب تكون محلية، درجة حرارة تبقى مرتفعة نوعا ما لتصل لغاية 28 درجة بالسواحل، 34 درجة بالمناطق الداخلية، ودائما تفوق 40 درجة من وسط الصحراء لغاية أقصى الجنوب لتصل لغاية 45 درجة تحت الظل. بالنسبة لوقت غروب الشمس نهار اليوم على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون بحول الله في حدود 7 مساء و55 دقيقة. أشكركم على حسن المتابعة، يومكم سعيد، دمتم في أمان الله والعودة إلى حياة بعد الفاصل. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. كان إذن هذا كل ما تضمنته النشرية الجوية ووضعية الطقس في الجزائر خلال اليوم والأيام المقبلة. إلى كل من يريد أكثر معرفة أحوال الطقس أكيد قنوات التلفزيون الجزائري دائما في الخدمة، وكذلك يمكنكم مشاهدة النشرات الجوية عبر الصفحة الرسمية للتلفزيون الجزائري. إلى كل من يتفاعل معنا في هذا الصباح أكبر تحية صباحية لكم جميعا، أكيد إلى كل الأحباب شادية جند لصديقة البرنامج لتفاعل معنا دايما وكتير، سامي مدني، أنام كذلك، وليد بان، بغداد بوبو، وإلى عادل كذلك، وإلى كل من نينا، وإلى كل من أنين مني قيسي كذلك، نقدمه لك كل تحياتنا الصباحية. برنامج صباح الخير يا جزائر لا يزال متواصل إلى غاية الساعة العاشرة، الشق الثاني سيكون متنوع. أما الآن نربط الاتصال بزملائنا النبي ومحطتنا التلفزيونية من ورقلة، وهذا المباشر الصباحي مع زميلي محمد أيوب بن نونة. يا صباح الخيرات والمسرات يا محمد.
صباح الخير زميلتي حياة، صباح الخير مشاهدي الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج صباح الخير يا جزائر من محطة ورقلاء الجهوية. في هذا التدخل الصباحي سنتحدث عن موضوع ضربات الشمس، هذا الموضوع الذي مع ارتفاع المحسوس درجة الحرارة بمختلف ولايات الجنوب يحذر المختصون من خطورة هذا أو ضربات الشمس. وللحديث عن هذا الموضوع يسعدني كثيرا أن أستضيف الدكتور محمد إسلام صوالحي وهو طبيب مختص في الإنعاش التخدير، راح نتحدث عن هذا الموضوع. مرحبا بك دكتور، صباحك سعيد. صباح الخير، شكرا على الاستضافة هذه. احنا موضوع تاع ضربة الشمس عنده أهمية قصوى، خاصة وأن درجة الحرارة تبدأ في الارتفاع مبكرا في ولاية الجنوب، وهذا ما يخلينا أنه نتحدث ولو القليل للتوعية وتوعية الناس في خصوص هذا الموضوع. صحيح، هو دوركم كذلك كأطباء أو كأسلاك طبية من خلال توعيتكم من خطورة هذا الموضوع. أولا نعرف ما هي ضربة الشمس وما هي أعراضها وخطورتها دكتور؟ بالنسبة لضربة الشمس هو الحالة التي يمكن أن يصاب بها المواطن عندما يخرج في درجات حرارة كبيرة وفي من دون وقاية، يعني مظل أو قبعة، ويمكن يكون يقوم بمجهودات عضلية، هذا ما يؤدي إلى حدوث أضرار مباشرة، يعني سواء على البشرة أنه يكون هناك طفح جلدي، ولا ممكن يكون بعد البشرة يعني خطر على الرأس أو الجهاز العصبي، وإن يكون تكون فيها نرفزة في البداية، وممكن تروح إلى حالة الصداع. يعني هذه الأمور فريمون الأولية اللي تكون ناتجة عن ضربة الشمس، وبعد يكون فيه قيء، يكون فيها أمور هذه لازم الإنسان يعرفها ويتفطن لها قبل ما تكون تروح إلى الخطورة. نعم، ضربة الشمس يعني تعرض مباشرة لأشعة الشمس لما تكون في الشارع. أكيد هناك يعني نوعان، يعني كاين ضربة الشمس وكاين ضربة الحر. ضربة الشمس هي لما لفح البشرة تاعنا ولا الاخر تكون ضربة مباشرة للشمس، وكاين ثاني ضربة الحر اللي هي ممكن تكون اكثر خطورة، يعني ليس شرط انه تكون هناك الشمس، يعني برك في منطقة وين تكون سخونة بزاف والانسان يقعد لمدة طويلة حتى ولا بغى يكون في منطقة مكان محمي من الشمس ويقوم بمجهودات، حتى هذه راح تأثر على الاعضاء الحيوية تاع الذات تاعنا وممكن تعطينا اعراض خطيرة. هي طبعا هي هذا الموضوع، موضوع ضربة الشمس، طبعا هناك فئات كثيرة لها تأثير مباشر، ما هي الأكثر فئة الأكثر تضررا أو تأثرا من ضربة الشمس؟ قبل ما أجيب على السؤال هذا في أن نوضح يعني المواطن أنه الجسم الإنسان عنده كثير من وسائل الدفاع ضد البرد، ولكن غير مجهز يعني كفاية الوقاية من الشمس. لا. يعني في البرد عندنا لي فريسون رجفة هذيك، عندنا ممكن نتغطى، عندنا يعني عبر الأجيال الإنسان يعني كون مناعة قوية من 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 البرد، ولكن من الحرارة الحل الوحيد للذات تاعنا هو في بادئ الأمر لما تكون درجة الحرارة ارتفاع متوسط، يعني 30 32 33، وش دير الذات تاعنا؟ تفتح المسامات على الجلد تاعنا والعروق تفتح شوية، وتخلي كيكون العروق ان كونتاكت مع الهواء يكون فيه تبريد ولو بجزء قليل، ولما تزيد درجة الحرارة أكثر من هذا الشيء كما نلاحظ عندنا في ولاية الجنوب، يعني هذه 32 و33 هي تبدأنا في شهر مارس. نعم، دونك لما نلحق جويليا ودرجات حرارة راه تكون أكثر من 40 درجة مئوية. نعم. وفي هذه الحالة بالذات جسم الإنسان وش يبدأ يدير فقدان للمياه، يبدا يخرج المياه يفقد مياه كثيره اللي تخرج على الجلد، وهذا المياه بفعل التبخر لما تتبخر واش يصرى تبريد للذات، ثم الطاقه الحراريه هذيك تكون تستهلك في تبريد البشره، وبالتالي لما تبرد البشره تاع الانسان راح يكون تبريد للذات. بصح
هذا الميكانيزم هذا عنده اون ليميت ما يقدرش يديباسيها. وثانيك فيه خساره كبيره للتنميه تاع الذات. يعني واحد راجل لما يكون في درجات حراره قصوى يقدر يفقد حتى 1.5 لتر في الساعه. ثم اذا كان ما يعوضش هذاك المياه راه يكون مشكل. يعني جفاف الجسم. يكون جفاف الجسم. وكاين حاجة المياه اللي يفقدها ماهيش مياه صافية، راه يفقد مياه مع أملاح معدنية هامة جدا للعمل تاع الذات تاعنا. ثم حتى لا كومبونساسيون تاع المياه اللي يشربها هذا الإنسان في حالة الموجات الحر لازم تكون مياه معدنية. نعم. نرجع لك للسؤال يعني عطيتك يعني الميكانيزمات. الفئة الأكثر عرضة. هي ليزاج اكستريم، الأعمار الأعمار الصغيرة جدا ولا الناس الكبار بزاف. نبداو بالناس الصغار بزاف، لي زونفون ولا الرضع ولا هذه الفئة من الناس مازال ما عندهاش هذه الأنظمة تاع الدفاع. الأنظمة تاع التعرق والآخر ضعيفة بزاف عندها، وبالتالي درجة حرارة الذات تاعها متعلقة بدرجة حرارة تاع البيئة اللي راهي فيها. ثم عندك انعكاس مباشر، ما كاش تنظيم لدرجة الحرارة تاع الذات تاعها. هذه تسمى تحطوا في درجة حرارة تاع 40 درجة. كاين ناس ممكن تنيجليجي تروح تشري الخبز بار اكزومبل يخليو وليدو 4 دقائق 5 دقائق 8 دقائق رضيع في السيارة، ونعلم أنه مباشرة راح تطلع درجة الحرارة في السيارة وتعرض الطفل هذا لموجة حر قبل ما تعرضه لموجة سما ضربة الشمس. دونك هذه راح تكون فيها أعراض على الطفل، ممكن راح يبدا يدير تقيؤ، ممكن راح يدير امور هكذا. بالنسبه للاج الناس الكبار، الناس الكبار عندها الاجهزه تاع التجسس تاعها ضعيفه، سما ما يحسش بالعطش، ما يحسش بالحراره، حتى ولا بغى راه في حراره كبيره راه ما يحسلهاش. تلاحظوا الناس الكبار ما يسحقش الكليماتيزور، ما يسحقش، ليس انه الجسم تاعو ماهوش يسخن، ولانه الجسم تاعو ما عندوش المجسات اللازمه، ماهيش تخدم كيما انسان اللي يكون شاب وفي في حاله صحيه عاديه. كاين فئات اخرى هما الفئات اللي عندهم امراض مثل امراض الكلى وامراض القلب. هاد الناس اللي في كثير من الاحيان الطبيب يعطيهم دواء اللي يؤدي الى التبول، وهذا التبول لكي يسمى كعلاج. ثم الناس هذو راح تكون ثانيك عرضه كبيره لضربات الحر وضربات الشمس. طيب دكتور، راح نواصلوا حديثنا ثم نتابع الان ريبورتاج اعده زميلنا عبد الوهاب غانم حول هذا الموضوع ضربات الشمس، لخص لنا في هذا الريبورتاج. تعتبر ضربة الشمس هي حالة شديدة تجعل الجسم غير قادر على تبريد نفسه من خلال التعرق ويصبح محموما. وضربة الشمس شائعة بين الناس الذين يعيشون في المناخات الحارة والرطبة، ويحدث ذلك نتيجة للحرارة الشديدة من الشمس. ومن العوامل التي تزيد من مخاطر ضربة الشمس شرب الكحول وارتداء الملابس الثقيلة والنشاط البدني الشاق وضعف الغدد العرقية وأمراض القلب والأوعية الدموية. هناك علامات رئيسية لضربة الشمس هي الزيادة المفاجئة في درجة الحرارة، حرارة الجسم، وأعراض أخرى مثل التعب، الصداع، الدوخة، نقص العرق، تشنج العضلات، زيادة معدل النبض، الغثيان والقيء، احمرار الجلد، صعوبة التنفس، الارتباك، وفقدان الوعي. ضربة الشمس يمكن أن تكون قاتلة إذا لم تعالج على الفور، ومع ذلك هناك العديد من الاحتياطات وبعض التغيرات في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد على منع ضربات الشمس. وأهم الطرق لمنع ضربة الشمس: تجنب الخروج في وقت الذروة، البقاء بعيدا عن الشمس في وقت الذروة من 10 صباحا إلى 4 مساء، تأقلم الجسم مع الحرارة، ممارسة التمارين الرياضية وبرمجتها خارج أوقات الذروة، ركن السيارة بعيدا عن أشعة الشمس، وعندما تركن تحت الشمس فإن درجة الحرارة ترتفع بها بسرعة. العلاج الأولي: ينقل المصاب إلى منطقة مظللة بعيدا عن الشمس، يقوم المسعف بتبريد جسده وتخفيض درجة حرارته عن طريق نزع الملابس الثقيلة غير الضرورية، يرش الجسم بالماء الفاتر أو ذو حرارة باردة نسبيا أبرد من جسد المصاب، وذلك حتى يتم تحفيز بثور الجلد من إفراز العرق. توضع مكعبات ثلجية حول منطقة الرقبة ومنطقة ما تحت الإبط، حيث تتواجد في هاتين المنطقتين أوعية دموية ظاهرة على سطح الجلد
وإعطاء المصاب السوائل اللازمة، ويفضل أن تكون باردة. شكرا لزميل عبد الوهاب غانم عن هذا الملخص عن ضربة الشمس. نعود إليك دكتور، الآن تعرفنا عن ضربة الشمس وأخطارها وأعراضها، هناك كذلك مثل ما ذكر زميل عبد الوهاب غانم بأن ضربة الشمس قد تؤدي كذلك للوفاة، هل لهذه الدرجة ممكن أن يفقد الإنسان حياته بسبب هذه الضربة؟ أولا نحيي الزميل على الروبورتاج هذا اللي كان جدا مهم، وحبذا لو يكون ونظات إشهارية في هذا المجال وفي هذا الوقت بالذات. بالنسبة للأعراض أكيد أي حاجة زادت عن حدها راح تكون فيها خطورة كثيرة على الذات. إذا طولت هذه ضربة الشمس راح تأثر على الجهاز العصبي بطريقة كبيرة، وين يكون فيه فقدان الوعي، ونعرف أنه الإنسان إلا فقد الوعي تاعو ثم راح يكون عاجز عن الدفاع عن نفسه، ثم عاجز عن الاحتماء، عاجز عن تبريد نفسه، عاجز عن شرب الماء، ثم راح يكون فيه خطورة قصوى. وإذا كان هذه تحدث مثلا عند الناس اللي مرضى ولا حاجة، يكون برا في الطريق ويمشي طريق أوليو ياخذ زعما ترونسبور، ولا يروح يحب يمشي ويكون في مكان وين ما كاش لي يديروا الإسعافات الأولية، ممكن أكيد راح تكون خطورة قصوى. نعم. طيب خلال هذه الأيام خاصة أن تتزامن كذلك مع الامتحانات المدرسية، تلاميذنا أولادنا راهم يروحوا المدرسة، وش نقدروا نوجه رسالة للأولياء حتى يحموا أبنائهم أو يقدموا نصائح لأبنائهم لتجنب هذه ضربة الشمس؟ هي في الأوقات الحالية الطفل اللي صغير واللي في لاج سما سكولير، يعني الرجوع إلى المنزل، يعني اللعب هذاك برا في أوقات الشمس راح يكون مضر من كل النواحي، مش برك من ناحية ضربة الشمس يعني. ولكن الأولياء ثانيك لازم يحدثوا الأولاد تاعهم اللي تجنب الشمس، توعية وتحسيس على رأس الأشجار، أمور كما هذه يديروا لهم مياه معدنية. أكد باسكو كي تروحوا تشوفوا في المارشي تلقاو زوج أنواع من المياه، تلقاو المياه الوات سورس هي مياه المنبع، وتلقاو المياه المعدنية. يعني في الحالة تاع الحر الكبير من الأحسن تكون مياه معدنية، سما مش لود المنبع راه كميه الملح فيها تكون ناقصه، يعني حتى تشرب كميه كبيره ما ترواش. نعم هذه التعرف زعما ما ترواش، وهي ما ترواش علاش؟ باسكو كفاتك في الماء مي ما كفاتكش في الاملاح. دونك هذه الامور اللي ولا يعطوا لهم مام الاطفال اللي ما يشربوش الماء، يعطوا لهم ما يعطوا لهمش الامور اللي فيها السكر، باسكو الامور لي بواسون غازوز المشروبات الغازية ولي جول اندستريال هذوك ماهيش وسيلة للتمييه، راهي وسيلة اللي راح تزيد تعطش الذات. علاه؟ باسكو السكر هذا كيروح في الذات راح يؤدي للتبول، باش لتنظيم السكر في الذات راح يزيد يجفف الجسم تاع الطفل هذا. دونك هذه امور لازم تتنحى من الى حبيت تعطي له عصير طبيعي. نعم. اللي يندار في الدار اللي من الفاكهه مباشره للطفل، ليس عصائر معلبه. العصائر المعلبه بالنسبه للاطفال راهي مش حاجه، هذه حاجه مش راح تنفعهم خاصه في مجال التمييه، سما باش يديروا لا ريدراتاسيون باش يكافحوا ضد الحراره وضد ضربات الشمس. ونزيد ثاني كما يقولوا الجزائريين وشنو عندنا المظل، صح ياك، ما عندناش القبعات تكون يعني تحمي كامل الجسم، تكون احسن من قبعه اللي تكون كما لاكاسكات، ولا تكون حاجه اللي تحمي مليح الذات تاعنا. صحيح. طبعا سؤالي الاخير، نعود نرجع شويه للاعراض، ما هي اهم الاعراض اللي تصيب او التي تظهر على الشخص اللي مصاب بضربه الشمس، والطرق الوقايه منها؟ كسؤال اخير دكتور. اهم الاعراض كما قلنا في البدايه، عندك التعب، الضعف، الدوران، الصداع، ليريتابيليتي، الانسان يولي مقلق من حاجه بسيطه يعني تولي تقلقه. وانا نعطيكم يعني بحكم حاجه طبيه، يعني التبول تاعنا لما يكون فيه اصفرار كبير ويكون فيه هذا تركيز كبير، هذا مباشرة يعني أننا ماناش ناخذ مياه كافية في اليوم تاعنا. دونك أنا نوصي المواطن أنه توجور يلاحظ التلون تاع البول تاعه ولا كونسونتراسيون تاعه، وإذا كان هذيك يعرفوا روحهم اللي ماهوش يشرب الماء كفاية. الأعراض الأخرى قلنا الصداع، لي كرومب، نحكوا ميم لي جون
سبورتيف اللي يكون يدير رياضه، الا شاف روحه يدير تشنجات عضليه بطريقه غير عاديه هنايا لازم يخمم بلي راهو يتعرض لضربه شمس ولا ضربه حراره. ونحذر كثير من الناس اللي تروح دير رياضه وتلبس الكاوي، تلبس الصدر الالبسه المعطف هذاك، عم بالو باش سما راح ينقص في الميزان في خلال ايام. هذا شيء خطير جدا، لانه احنا اخطر وسيله لفقدان الاملاح هي لباس هذاك المعطف المتكون من البلاستيك اللي راح يضر بصفه رهيبه الذات تاعنا. دونك رياضه ديروها بطريقه عاديه مع شرب كثير الماء. نرجعوا الى طرق الوقايه. دونك لا ميتيو جاست مقبله، دونك لازم نهتموا بالاحوال الجويه ونجهزوا لها. الى استخدم غدوة ان شاء الله درجه حراره كبيره وعندي طفل ولا انسان كبير راح نخرجوا، يعني نوجد لهذاك الخرجه ونقصوا تقليل الخروج في اوقات الذروه. والناس اللي راهي عند طبيب القلب ولا تبع القلب ولا تبع الكلى تستشير مباشره الطبيب تاعها في حال تكون حراره كبيره، ما هي الامور اللي تضبطيها يعني باش تحمي روحها من الاحتياطات اللازمه. نعم. هي الطبيب تاعها المختص هو اللي يعطيها مباشره على حسب الحاله المرضيه تاعها. نعم فوالا. شكرا دكتور، يعطيك الصحه على كل هذه المعلومات اللي قدمتها لنا. طبعا هي رساله ونصائح لكل المواطنين، كل العائلات، كل الاولياء اجل تجنب هذه ضربه الشمس. شكرا لك دكتور. مشكورين على الاضافه. شكرا. ان شاء الله نلتقي في مناسبات اخرى بمشيئه الله. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام دائما في برنامج صباح الخير يا جزائر، استراحة قصيرة مع هذه الأنشودة من أداء فرقة الأشواق ثم نعود. ويا ساين سوالي ليا قاية سوال في ذا الظهر تعجب ودارون الفكر حساب يا شايل سواني لا قايت السوال في ذا الظهر تعجب ودارون الفكر حساب دارون الفكر اللي تحير فيه الرجال هنا تعرفني يا ابو بكري كانوا لركب حجهم عجمال هيا خطاروا شلخنا يا ابو ست اشهر من مقدع معايا في طوال هوا كفاف القراح طابوا سائر بال قفال في بحر المنا ابو منهم خرجت صيفه طيره طايره لوعال هرم ما يزرقنا الشيا ابو اركبوا فيها حجاج بالحرام والدنال فوق مطار حيار طيابو فزت بينا ننوى رجلي عبرونا الخيال دخلت في الجواد بابو ماذا تدقرت والبحر والجبال هو الرقيل حسر ابو يا سلام سواني لا قايت السوال عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام في كل مكان ودائما في برنامج صباح الخير يا جزائر. في هذا التدخل الصباحي من محطة ورقلة الجاوية في هذا الشق الثاني من هذا التدخل يسعدني كثيرا أن أستضيف واحد من بين الطلبة الدكتوراه الذي صنع الاستثناء خلال الأسبوع الماضي أو بحر الأسبوع الماضي، الطالب حسام الدين دغا صاحب أحسن مشروع للدكتوراه لسنة 2021 المنظمة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ك
كما قلت نال هذا المرتبة الأولى في مسابقة أطروحتي في 180 ثانية. راح نعرفكم بحسام. مرحبا بك. مرحبا بك حسام. مرحبا بك، متشرفين بالاستقبال وشكرا جزيلا على الدعوة. مرحبا بك حسام، احنا فخورون جدا بك وبالإنجاز الذي حققته، وهنلت المرتبة الأولى على المستوى الوطني في أحسن مشروع للدكتوراه لسنة 2021. أولا نتعرفوا من هو حسام الدين دغا. بسم الله الرحمن الرحيم. حسام الدين دغا هو من سكان ورقلة، من معناها من بلدية القصر العتيق. معناها مسيرتي في الدراسة يعني كانت معناها كما نقولوا متخصصة في الإعلام الآلي. معناها الوالدة نتاعي بروفيسورة في الإعلام الآلي، نشكرها جزيل الشكر على نحيوها كذلك بهذه المناسبة. نعم، طالب معناها قريت في ثانوية الخوارزمية، تدرجت إلى معناها الاختصاص الإعلام الآلي في جامعة قاسم مربح ورقلة، مصنف من بين الأوائل في مسابقة لي كما نقولوا البورس في الخارج، وخيرت أني نقعد في الجزائر وأني نعدي الدكتوراه تاعي في الجزائر لمجموعة من الأسباب. معنا كانت قناعتي أني لا فرق ما بين الجزائر وما بين الدول الأخرى، نقدر نبدع في بلادي كما نقدر نبدع في أماكن أخرى. والحمد لله معنا عندي مبرمج ومطور ورائد في الأعمال، وعندي مجموعة من المشاريع اللي نسير فيها ما شاء الله. وسي صح مسيرة أو سيرة ذاتية غنية، وما زالت إن شاء الله هذه المسيرة. الحين ندخل في صلب الموضوع مباشرة حسام. خلال الأسبوع الماضي أو نهاية الأسبوع الماضي كان هنالك إنجاز كبير جدا حققته، نلت المرتبة الأولى في مسابقة أطروحتي في 180 ثانية واللي هي أحسن مشروع للدكتوراه سنة 2021. حدثنا قليلا عن هذا المسابقة اللي نلت فيها الجائزة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. نحب نشكر كامل المؤطرين وكامل إطارات الدولة والوزارة التعليم العالي اللي قامت بهذه الالتفاتة الرائعة جدا لحاول تثمن المجهودات تاع الباحثين الجزائريين. المسابقة ما كانت سهلة، معناها كانت مسابقة جهوية في الشرق وفي الغرب وفي الوسط، معناها شاركوا عدد كبير جدا 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 من الطلبة والباحثين. تصنفت من بين الأوائل في الدور النصف النهائي شرقا، وتأهلنا معناها تسعة أحسن تسع أطروحات في الجزائر، معناها كانت النهائيات في الجزائر أفضل تسع أطروحات في الجزائر. والحمد لله بتوفيق الله عز وجل، معناه بدعاوي الناس الخير ومعناه بالجهد الكبير اللي قدمناه تحصلنا على المرتبة الأولى. والشيء اللي معناها الملفت للانتباه هو بتقبل وبجدارة وبمعناها كما نقولوا باتفاق الجميع، الجمهور ولجنة التحكيم، معناها كان ردود فعل خيالية تلقيتها من كامل إطارات الدولة والعلماء الجزائريين والباحثين في هذا المجال. نعم، ولينا شرف أن تكون كانك ضيف عندنا في محطة ورقلة الجوية. نتحدث عن محتوى المحتوى العمل اللي قدمته ونلت به المرتبة الأولى حسام. العمل كان هو محاولة ولا مشروع إنشاء نظام ذكي يقوم بالمحافظة على الطاقة في مختلف البنايات البيلدينغز، اللي هما يقدر يكون مستشفى، منزل، جامعة إلى آخره. النظام هذا متكون من جزئين، في جزء إلكتروني وجزء معلوماتي ولا برنامج. الجزء الإلكتروني في مجموعة من الأجهزة اللي تقوم بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية وتسيير الطاقة. أما الجزء للإعلام البرمجي هو مجموعة برنامج ذكي يعتمد على خوارزمية الذكاء الاصطناعي اللي يقوم بمعناها اتخاذ القرارات الصحيحة للتخفيض من الاستهلاك، مراعاة بمعناها المجموعة من المتغيرات اللي عندها علاقة بالمستعمل، يعزز الراحة للمستعمل. طيب الحين نرجع لأطروحة الدكتوراه، خاصة أنك قدمتها باللغة الإنجليزية. نعم، هكذا نعم. نتحدث ونرجع قليلا للمراحل أو التصفيات اللي جرت فيها هذه المسابقة حتى نلت المرتبة الأولى وصلت النهائيات حسن. المراحل كانت إرسال فيديو فيه 108 ثانية تشرح فيه كامل الأطروحة نتاعك، وما هوش شيء سهل أنك تقوم ببحث على مدار ثلاث سنوات وتحاول تلخصه في 108 ثانية. أنا عندك كثير من الإنجازات نشرت في خلال هذا البحث ما يقارب ما يفوق 10 مقالات علمية. معنا هناك العديد من الابتكارات، العديد من المراحل اللي فت عليها، وكانت صعبة صعبة جدا الرحلة لي معناها تقوم بإعداد فيديو 108 ثانية لتلخص فيه كامل الإنجازات اللي قمت بها. يعني أقل من 3 دقائق. نعم، أقل من 3 دقائق، كنت درته في دقيقتين و40 أو 30 دقيقة. جميل. طبعا هذه المرحلة الأولى. المرحلة الأولى. ثم بعد ذلك معناها هناك لجان تحكيم جهوية في الشرق وفي الغرب وفي الوسط
قامت باختيار احسن المشاريع في الجهيه في الجهويه. بعد ذلك قاموا بمعناها كما نقولوا بالنهائيات اللي كانت. نحب نحيي الطلبه التسعه ولا الدكاتره والاساتذه اللي شاركنا كامل في المسابقه النهائيات. سبحان الله لم تكن منافسه، كنا فريق معناها من الباحثين نحاول انه ننجحوا كما نقولوا الحفل هذاك ولا المسابقه هذيك تكون روح اخويه. ونحب ايضا نشكرهم على المستوى العالي من الاكتشافات ومن العلم والمستوى الرقي. معناها انا فزت بالجائزه الاولى والحمد لله، لكن منبهر بالمستوى العلمي والثقافي والتكنولوجي اللي كاين كامل. معناها كامل التسعه كانوا في المستوى، وكان باعتراف لجنه الحكام انه كانوا من صعب انهم يخيروا معناها من ترتيب. نعم من الصعب على لجنه التحكيم. هل انت كنت تتوقع انك تنال المرتبه الاولى؟ نحكي لكم واحد الطرفه في هذا الخصوص. في لقائنا مع الامين العام تاع الوزاره معناها قمنا بالقرعه من يعرض رقم الاول والثاني ترتيب العرض فقط. هناك زميلنا من الجزائر الذي تحصل على المرتبه الثانيه في القرعه، معناها بالصدفه معناها تحصل على الرقم اثنان. ماذا قال لنا؟ قال لنا انا حظيت بالمرتبه الثانيه قبل العرض، قبل المسابقه، قبل كل شيء. قال انا حظيت بالمرتبه الثانيه وانتم لكم المرتبه الاولى والثالثه. وسبحان الله اخذت انا الرقم خمسه، وكانت استاذه اشكرها معناها من جامعه تلمسان اللي تحصلت على مرتبة الثالثه، قلت لها قبل العرض انت سوف تتحصلين على مرتبة الثالثه. ويعني وكنت كما نقول كنت احتفظ بالمرتبه الاولى يعني شخصيا يعني بينك وبين نفسك. نعم كنت معناها بكل قادم بقوه اني لم اتي للمرتبه الثانيه او الثالثه، لا اتيت للجزائر وصعدت بنيه ان اكون الدرجه الاولى. هذه هي. ومعناها قمنا بتقسيم المراتب بيننا، وسبحان الله صدفة القدر كانت كما صادفت التوقعات. ما شاء الله. حسام الان انت راك طالب دكتوراه الان، وش متخصص؟ عفوا مانيش طالب دكتوراه لكن استاذ جامعي. الله يبارك معذره. ادرس في جامعه غردايا ومتخرج من جامعه ورقله. ما شاء الله. نعم. حاليا انت راك استاذ جامعي. نعم. وحاليا تحضر الدكتوراه؟ لا ناقشت الدكتوراه في 2020. نعم الان احضر الى ما فوق الدكتوراه ان شاء الله. ما شاء الله ان شاء الله. وش هو طموحك الان حسام؟ انت يعني راك في سن مبكره ما شاء الله. شحال السن تاعك؟ 28 سنه. ما شاء الله. مواليد 1993. نعم مازال عندك كذلك مشوار بامكانك انك تزيد إن في مسارك العلمي والاكاديمي كذلك. وش هو الطموح الان، طموح الدكتور داغا حسام الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هناك العديد من الطموحات اللي نشوف فيها منها ربي سبحانه وفتح لنا العديد من الآفاق. أنا معناها كما نقولوا أتمنى أن يكون لي إنجاز لنقدر نرفع به الاقتصاد الوطني. معناها كما يقولوا ليس على زوج يفوتوا في زوج. معناها لو استطعت أني ننجز إنجاز واحد ويكون معناها خارق للعادة ويمد إضافة مميزة للدولة تاعي والبحث العالمي، معناها تقدر تقول يكفيني هذا الشيء. كما قال المذيع البارح هناك مليون طالب جزائري. لو كل واحد من الطلبة الجزائريين يقوم بإنجاز واحد لدينا مليون اختراع، مليون مشروع. معناها عندما تحاول أن معناها تنجح في كل شيء سوف تفشل في كل شيء. يجب أن تتخصص في شيء ما، معناها تحاول إنجاح مشروع ما، مثل شركة الفيسبوك مثال. هو إنسان واحد نجح في مشروع واحد وأصبح من أثرياء العالم. هذا هو معنى الهدف. أحاول أن أقوم بترتيب الأولويات، يعني أستثمر وقت أكثر في مشروع معناها كبير ومعناها فيه مصلحة للبلاد وللعباد، وإن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله. إن شاء الله. ما هو سر هذا النجاح يا حسام؟ نعرف بأن هل حسام وحده أم هنالك من يدعم حسام ويشجعه ويحفزه دائما ودائما يكون خلفه؟ السر معناها أدعو جميع الجزائريين أنهم يشاهدوا الحلقة اللي مرت البارح في التلفزيون الجزائر الثلاثة للوالدة الكريمة، أشكرها معناها بالمناسبة بروفيسورة الإعلام فاطمة الزهراء اللي أعطت الخلطة السحرية يعني ملخص الخلطة السحرية. لكن نقدر نمد مجموعة من النقاط. السر لا يكمن في شيء واحد، هو خليط منسجم من الأسباب اللي لازم يقدمها الإنسان، ومن توكل على الله، من اتخاذ الأسباب، من ابتعد على الأنانية، من السعي، من الاجتهاد. والمبدأ معناها كاين مبادئ كثيرة اعتمدت عليها في الحياة،
من بين المبادئ أنه نبتعد على الأنانية. العلم ربك يعطيك علم ما هوش عاطيه لك لشخصك، عاطيه لك باش تقدمه إلى الآخرين. أنا قد ما تقدم العلم قد ما ربي يعني يزيدك في درجات العلم. ويعني والتخصص، معنى التخصص شيء معنى أساسي. إذا كان نسعى إلى أن نتعلم كل شيء راح ما نقدروش نديرو. معنى يعني أدعو جدا اختيار تخصص وفق القدرات ومؤهلات نعم. كل شخص نعم. ولكل نعم. إنسان نعم. تفضل واصل. بالمناسبة يعني وترجع تاني إلى تركيب شخصية الإنسان. معنى أنا كنت معنى في شخصي إنسان مركز في نفسه، معنى يحاول على تطوير ذاته في السرية بدون عمل معنى كثير من الإعلانات، ومعنى خدمت على الذات. بعد ذلك طورت معناها قدمت قاعده الى مستوى معين، بعد ذاك المستوى اصبح معناها كما نقولوا يساعدني في تحقيق كثير من الانجازات. شكرا لك حسام. كلمه شكرا. اخيره لمن توجه رسالتك ولا نصيحه لكل طالب طموح مثلك حب انه كذلك يوصل. قبل كل شيء نحب نشكر الله عز وجل مجددا، ونشكر الوالدين الكريمين، ونشكر كامل اللي دعموني في هذه المسيره. نحب نقدم رساله صادقه للكامل الطلبه الجزائريين، معناها حاولوا أنكم تقدموا شيء للجزائر، ما تشوفوش أنه لازم نخرج للخارج ولا مستقبلي هو في الخارج. أي إنسان أي طالب حطه ربي في مكان معين في اختصاص معين إلا ولك رسالة، إلا ولك قدرات معينة لازم أنك تكتشفها. معناها كلنا سواسية سواسية أنه ربي عادل سبحانه وتعالى، معناها أعطى ميزات الإنسان هذا وأعطى ميزات الإنسان هذا، كل واحد خصو يكتشف القدرات نتاعه ويسخرها معنا لخدمة البلاد والعباد. شكرا بارك الله فيك حسام، أتمنى لك إن شاء الله كل توفيق ونجاح في مسارك المهني والأكاديمي، وكذلك مزيد من التفوق ونجاحات إن شاء الله. دكتور حسام الدين داغا شكرا. شكرا مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي موعدنا بكم في برنامج صباح الخير يا جزائر في هذا التدخل الصباحي الذي كان من محطة ورقلة الجهوية. نعود مجددا للزملاء في العاصمة وللزميلة حياة كذلك لنحيوها. بقية أركان وفقرات هذا البرنامج تتابعونه عفوا من هنالك من العاصمة. شكرا لك زميلي محمد أيوب بن نونة، وإلى كل الزملاء في محطتنا التلفزيونية من ورقلة، وإلى كل من يشاهدنا من جنوبنا الكبير. لازلنا إذن متواصلون دائما معكم من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر في شقه الثاني من الأستوديو المركزي. الآن وجهتنا سوف تكون فنية 100%. التعبير بواسطة الفن الطين والنار هو كان عنوان معرض أقيمة بقصر الثقافة مفدي الزكريا الذي عرف مشاركة فنية كبيرة جدا لخيرة الحرفيين الجزائريين. ضيف الصباح لهذا الصباح فنان رسام وحرفي من طينة الكبار بعد الفاصل. ضيفي وضيفكم هو الفنان والرسام والحرفي السيد كريم حداوي، مرحبا بك معنا. الله يسلمك. كيف أحوالك؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. نظرا للكم الهائل من التتويجات وكل الأشياء الجميلة اللي قمت فيها من خلال هذه الأشياء الجميلة، والله يعجز اللسان عن تعريف كريم حداوي. تحبين نعرف نفسي ولا نخلي في المجال؟ لا لا تفضل خذ راحتك. كريم حداوي، انا من خريجين المدرسه الوطنيه للفنون الجميله، وهذا منذ 40 سنه. الله يبارك ما شاء الله. الدبلوم تاعي تحصلت عليه في عام 80. بعد ذلك اضطررت للممارسه المهنه تاع استاذ في الرسم في ثانويه الامير عبد القادر منذ سنوات، وبعد ذلك فتحت ورشه وانطلقت في العمل الخاص. ما شاء الله. وكنت من بين المشاركين في هذا المعرض الرائع اللي كان في قصر الثقافه مفدي زكريا، وكنت كانت عندك تتويج خاص جدا من طرف الوزيره ملكه بن دودة. يعني كان هو المعرض هذا معرض كان ناجح كثير. صح. لأنه يعني استطاع
جمع أكثر من 50 مختص في الخزف، وكان كانوا هذا الفنانين المختصين في الخزف موزعين عبر 4 قاعات كبيرة، يعني نعم. المساحة نتاعهم يعني تفوق 2800 مربع. وكانت القاعة الأولى مخصصة للخزف الأحمر، يعني للتروج الطين الأحمر. القاعة الثانية كانت مخصصة للقطع والأواني الخزفية، يعني اللي دخلت عليها المواد الكيميائية، يعني لي زيمو لي زوكسيد لي دورور انسي دو سويت، وقطع كانت في جودة، يعني ما يخص الجمال والإتقان يعني عالية نوعا ما. بعد عندنا في القاعة الثالثة كانت مخصصة للفنون المعاصرة، يعني المختصين في الخزف الذين يعملون في إطار يعني الابتكار والإبداع. جميل. ومحسوب يعني عكس على القاعة الثانية اللي كان أكثر يعني العارضين فيها اختصوا في الزخرفة، في الجانب الزخرفي، يعني في المنمنمات وفي الفنون الإسلامية والأندلسية. وعندنا القاعة الرابعة التي خصصت للبلاط والخزف الذي يستعمل في الميدان، الهندسة المعمارية ما شاء الله، يعني كانت جميع التخصصات موجودة في المعارض عبر جميع القاعات. وكانت تظاهرة كبيرة ومحفل كبير، و أعطانا الفرصة يعني نتلاقاو كمختصين، عملنا محاضرات يعني كان لقاء مفيد جدا. أكيد راح نتكلموا عن أهم بالنسبة للقاءات والمحاضرات، لكن في أي قاعة بالذات كان السيد أو الفنان؟ أنا كنت حاضر في قاعتين. نعم. كنت حاضر في القاعة الثانية اللي تختص بالقطع يعني الخزفية اللي لها صلة بالطراز الإسلامي، الفنون التطبيقية والفنون الأندلسية. وبما أني أنا يعني درست في الفنون الجميلة، يعني الفنون التطبيقية بالخصوص، وبالتالي يعني كان اختصاصي، وكنت حاضر في هذه القاعة وشفته، يعني كنت حاضر بقوة يعني. نعم. وتانيك عرض في القاعة الرابعة اللي مخصصة للخزف الخاص بالفنون بالهندسة المعمارية. تكلمنا عن، كنت تحدثنا عن المشاركين اللي هم يعتبروا من بين قلنا 50 أكثر من 50 مشارك من حرفيين، واللي عندهم يعني خبرة كبيرة في هذا المجال، وهذا يعطي فرصة كذلك للمواطنين اللي حضروا لهذا المعرض. بالنسبة للإقبال كيفاش تشوفوا أنت كمختص؟ هو قبل ما نطرق للمواطنين، يعني ماشي كاع الخمسين هذو كان عندهم تجربة كبيرة. يعني كاين مبتدئين، كاين اللي عندهم تجربة كبيرة، كاين اللي يعني قدماء في الميدان، ولكن كاين شباب تانيك يعني عرض، يعني الشباب اللي دخل في الميدان. هذا راح تعطينا رأيك فيها. ايه معلش. اكيد. بالنسبة للإقبال، الإقبال كان يعني من الإقبال كان حاضر، ولكن ماشي بالكمية اللي كنا احنا ننتظروا فيها. لأن كانت الفترة هذه كانت فيها، ولكن كان كل شيء إيجابي. صح. يعني الإقبال كان الإقبال، باش ما نقولوش ما كانش. وإحنا الطموح نتاعنا يدفعنا نقولوا أكثر. أكيد صح. وكانت الفترة يعني نتاع لي زيكزام نتاع هذه نتاع يعني التلاميذ راهم اسمه يحضروا في الاختبارات. اختبارات. الوالدين عندهم أكثر الجانب الدراسي. نعم. الجانب هذا هو. بما أنك تحدثت وقلت أنه من بين المشاركين كانوا شباب، وأنا أكيد راح نتكلم في التكوين في هذا المجال، بما أنك عندك ورشة خاصة أكيد تستقبل شباب اللي عندهم ربما هواية ويحبوا الغوص في هذا المجال الثقافي. بالنسبة للمشاركين الشباب كيفاش يعني تقدر تقيمهم أنت كمختص وعندك ربما ثقل كبير في هذا المجال؟ وأنا على كل حال التكوين، أنا من مهامي التكوين. نعم. وبديت به يعني كأستاذ رسم الثانوية، وبعدين يعني لما فتحت الورشة يعني بالتوازي يعني مع ليزابيسي والسون دو فورماسيون بروفيسيونيل، يعني سي اون تريبارتيت، دونك خديت متربصين
أنا ذاك كانت لمدة عامين. نعم. في هذه المدة سمحت لي باش نكونهم. وهذه يعني هذه الفترة هذه ترجع للسنوات من قبل يعني 20 سنة. صح. 20 سنة كنت نكون. وبفضل هذاك التكوين يعني كاين بزاف العارضين اللي كانوا في هذا المعرض هذا من تلاميذي. اه جميل استاذ. اللي فتحوا ورشات ولاو يخدموا على الكونت. نعم. لو تقيم اليوم الشباب في هذا المجال واش تقدر تقول لنا انه حقيقة يعني يقدروا يوصلوا المشعل وتكون عندهم الاستمرارية في هذا الجانب الفني خصوصا انه هذا الجانب الاسلامي والمنمنمات ولا كاين شباب كثير يعني ما في خلال المعرض يعني كانوا شباب يعني ممدية من الجزائر يعني شبان هذا يعني العمار نتاعهم ما تفوقش 30 سنة اللي عرضوا يعني منجزات يعني هايلة يعني ذو جودة يعني يستهان بها يعني لما تشوف هذاك العمل هذاك يعني وتنظر فيه يعني بطريقة مهنية تشوف كاين إمكانيات يعني كاين قدرات كاين إبداع وهذوك لما تنظر هذاك الشيء يدفعك للتفاؤل. صح. كاين قدرات اللي قادرة يعني تأخذ المشعل وقادرة تواصل وما لك تعمل أحسن إن شاء الله. إن شاء الله لما لا. وهدف من هذا المعرض كذلك كان هو دور مهم جدا إبراز مثل هذه المواهب وكذلك الترويج لكل هذه الأعمال الجميلة اللي يقوم بها كل الحرفيين. سيدي لو نرجع الآن للتتويج، أنت كنت توجت كان عندك تكريم خاص جدا من عند طرف الوزيرة. تكريم خاص على غير القدماء يعني الممارسين في هذا الميدان. هذا يعني هو بما انني يعني عملت كثير في لتطوير وترقيه يعني الفنون الخزفيه. نعم. ذو طراز يعني من التراث الوطني في الجزائر. وبالتالي يعني كان فكروا فيها للتتويج على غير قلتلك العديد من الزملاء. فوالا جميل جدا. والله لو تقول لنا السيد حداوي ربما الفنان واش تزيد له واش تضيف له مثل هذه التتويجات والتكريمات؟ يعني هو دوك نعطيك يعني نعطيك فكره. انا لما بديت المشوار نتاعي نعم مدرس فتحت ورشه. بعد الورشه لازمني نعرف روحي اكيد لازمني نشارك في المسابقات في المعارض وهذا ماشي بالشيء السهل. لا معليش هذا سيت ان شومينمون هذا مشوار لازم واحد يسطره من الاول ويتابع ويحاول يتبع. انا المشوار نتاعي كيفاش كنت نخمم فيه؟ قلت لا نحب نفرض نفسي يعني اذا في طموحي يعني نصبح فنان يعني معترف به لازمني نشارك في المعارض. صح. ولازمني اذا ممكن نتحصل على جوائز. وبالتالي انطلقت المشوار وكانت لي الحظ يعني كان لي الحظ الجائزه الاولى في 90. صح. يعني الجائزه الكبرى للاعمال للفنون التطبيقيه. وكانت لي حافز كبير باش نواصل المشوار وباش نرقي العمل نتاعي. وبعدين في السنه في 98 سنه 1998 تحصلت على الجائزه الاولى في الصالون الوطني للخزف. الذي نظم من طرف يعني قصر الثقافة برعاية وزارة الثقافة. كان حافز كبير هذا ثاني. نعم. جائزة الأولى وطنية. ومن بعد في سنة 2000 2000 رحنا جماعة جزائريين يعني من اخترنا لجودة عملنا وعرضنا في المعرض الدولي في فالنسيا في إسبانيا. إسبانيا. وتحصلنا على الفضول يعني الجائزه الاولى ما شاء الله. وانا كنت مع خلال الجوائز نتاعي يعني ترأست الجوخ هذاك الله يبارك والحمد لله. وبعد ثانيك تحصلت على جوائز اخرى حتى نقول هذا التكريم الاخير اش نقول لك باللي هذا الا بتسمع بكلم حداوي علاه ما تسمعيش هكذاك يعني دون مانيير الياتوار فيه اسباب فيه هذه دونك هذوك الاسباب
الجوائز من ضمن هذوك الاسباب. يعطيك الصحة سي الدوي، شكرا لك. ما شاء الله، حتى انت جيت وجبت لنا معك هذه التشكيله الرائعه من الخزف الفني. نتمنى تكون لاقت كل المشاهد الكريم في هذا الصباح واخذتنا في هذه الجوله الفنيه والى عالم المنمنمات وهذا الجو الرائع. شكرا لك، يعطيك الصحه، يومك موفق. اشكركم على الاستدعاء الدعوه. ربي يحفظك. بعدك اكيد البرنامج دائما مفتوح ليك. شكرا لك ويعطيك الصحه. مازلنا دائما معكم مشاهدينا الافاضل. فاصل غنائي مهدى لكم جميعا في هذا الصباح، ثم لنا عوده. يعطيك الصحه.
راقي ودافئ مهدى لكل من يشاهدنا في هذا الصباح، خصوصا الأوفياء من ديار الغربة والجالية الجزائرية هناك. نقول لهم ربي يرجعكم سالمين غانمين لبلادهم، أليس كذلك لينا؟ صباح الخير. صباح الخير زميلتي حياة. كيف أحوالك؟ لكل مشاهدينا اللي عم يشوفوا فينا هذه الصباحة من الوطن أو اللي راهم في الغربة أيضا يشوفوا فينا. أين الوجهة يا لينا اليوم؟ أي بلد راح تخطينا؟ اليوم متجهين لبلجيكا حياة إن شاء الله. تحية لكل الجالية في بلجيكا. تحية لهم فضلي. كل المتواجدين في بلجيكا وأوروبا. مشاهدينا الأعزاء، كما عودناكم في ركن جاليتنا في الخارج نتعرفوا على الجزائريين وعلى الناس اللي هم مغتربين في بلدان مختلفة في دول مختلفة، ونتواصلوا معهم عبر سكايب كما عودناكم، حتى نكون جسر تواصل مع الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج. اليوم ضيفتنا هي ضيفة مميزة متواجدة في بلجيكا، هي إعلامية، الإعلامية لمياء سرحاني. صباح الخير. صباح الخير لينا، صباح الخير لمشاهدي القناة الوطنية الجزائرية. شكرا لمياء. لمياء قولي. شكرا. شكرا لك لينا. خليني أولا لينا أود أن أشكرك على الاستضافة الكريمة من خلال شاشة التلفزيون الجزائري، لأنه بالرغم من ظهوري في عدة قنوات عربية بحكم تواجدي في دبي لمدة 7 سنوات، إلا أن ظهوري في عبر شاشة التلفزيون الجزائري له نكهة خاصة ولذة جميلة، فأود أن أشكرك على هذه الاستضافة وعلى تسليطك الضوء على الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا. شكرا لمياء، وشكرا أيضا على قبولك دعوتنا واللي هو أنت راكي ضيفتنا عبر سكايب. لمياء، أنت دائما تقومي ببرامج ثقافية تنقلي فيها الثقافة الجزائرية المغاربية والعربية في برامجك اللي تقدميها في المؤسسة الإعلامية اللي راكي تشتغلي فيها الآن في بلجيكا. نعم، أولا أنا بدأت مسيرتي المهنية لينا بقناة تركية ناطقة بالعربية ببرنامج اسمه صباح الخير من إسطنبول، ثم انتقلت إلى دبي وكنت بالصحافة المكتوبة أكتب بوتيرة أسبوعية عبر مجلة الإماراتية، وهناك تدربت على أيدي الصحفي الكبير الأستاذ أحمد الإبراهيم بمركز ريبورترز للإنتاج والتقديم التلفزيوني، وبعد ذلك انتقلت إلى بلجيكا وعندي سنتين وأنا أقدم برنامج أسبوعي كل يوم أربعاء. كان أولا قرأت لك يسلط الضوء على الكتاب العرب الموجودين في المهجر والكتاب الأوروبيين. البرنامج كنت أقدمه باللغتين العربية والفرنسية، وبعد ذلك انتقلت إلى برنامج في رحاب الثقافة اللي هو يسلط الضوء على التراث مختلف البلدان، ولكن كانت عندي حلقات خاصة لتسليط الضوء على التراث الجزائري بالذات. نعم لمياء، قولي لنا فقط كيفاش راكي توفقي بين اوقات العمل، وكيفاش راهي اوقات العمل عندكم في بلجيكا؟ انا اشتغل بكل مره بالاسبوع، يعني انا في الاذاعه مره بالاسبوع برنامج في رحاب الثقافه. برنامج في رحاب الثقافه الجميل فيه لينا اني الانجاز اللي قام به هذا البرنامج من خلال دعم اداره الاذاعه طبعا، هو انه بعض الروايات ترجمت من العربيه الى الفرنسيه، وبعض الروايات ترجمت من الفرنسيه الى العربيه، وكنت جسر تواصل بين الثقافتين. هذا رقم واحد. أما رقم اثنين، بحكم أني سلطت الضوء على تراث مختلف البلدان مثل السودان، سوريا، المغرب والجزائر. الجزائر كانت حلقات خاصة عزيزة على قلبي بحكم أني جزائرية طبعا. تعرفي لينا، يعني في عالم تتسارع فيه وتيرة التطور الحياة، وفي عالم تتسارع فيه تنامي تواصل مواقع التواصل الاجتماعي، يصير عندنا الموروث عند يكون في خطر، نكون نتناسى نلبس لباسنا التقليدي، نتناسى نزين الطاولة تاعنا بالحلويات التقليدية. فلذلك أنا أود أن أشكر السيدات اللي دعموني في برنامج في رحاب ثقافة، وخصوصا في عندما تحدثت على التراث الجزائري، كانت لي جبتي الحلوى التقليدية، كانت لي اهتمت بإطلالتي. وصدقيني لينا، الأوروبي عندما يراني، كانوا يروني زملائي الأوروبيين بالقفطان الباي اللي راني لبسته اليوم من عنابة أو الكراك والعاصمي، كانوا منبهرين، كانوا في حالة انبهار. يعني أنا لبست الجبة القبيلية، لبست الكراك العاصمي، طبعا زينا الطاولة بمختلف الأطباق التقليدية الجزائرية.
نعم، وكانت حلقات رائعة في الحقيقة. لم يو خلال هذه الحلقات وخلال هذه البرامج اللي تقدميها في بلجيكا تتواصلي مع الكثير من الجزائريين ومع الجالية الجزائرية والعربية اللي متواجدة في بلجيكا حتى تقومي بإعداد البرامج. لو تقولي لنا كيفاش راهو التواصل بيناتهم بين الجزائريين اللي راهم هناك؟ شوفي، يد وحدة، يد واحدة، لأنه عندما قررت أن أقوم بتقديم إعداد وتقديم برامج تراث إحياء التراث الجزائري، لقيت إعلاميين ساندوني، لقيت شافات جزائريات ساعدوني، لقيت مصممات أزياء جزائريات ساعدوني، يعني كان في مساعدات من كل النواحي. خليني أولا أشكر الجزائريين، يعني ما شاء الله عليهم، معروفين بأنهم متعاونين ويساعدوا بعضهم وين ما كانوا. نعم. معروفين الجزائريين صراحة، يعني انهم يد واحده وين ما كانوا في اي بلاد. نعم صراحه لينا، انا لقيت دعم كبير من الجاليه الجزائريه، وخليني نشكر سيد القنصل، قنصل الجزائر هنا ببلجيكا، لانه هو فعلا طبق مقوله المسؤول في خدمه الشعب. صدقيني هو يستمع للبرنامج ويتابعنا ويسالنا اذا كان عندنا حتى يستضيفنا، يعني في الحفلات الوطنية، في أي مناسبات وطنية، يعني كاين دعم، كاين تعاون، وتحسي رانا يد وحدة في الغربة هنا في بلجيكا. نعم، بما أنك تحدثتي الآن عن الحفلات الوطنية وعن التظاهرات، يعني هل دائما يكونوا مثل هذه التظاهرات أو هذه المناسبات اللي تجمع الجزائريين؟ طبعا طبعا موجودة هذه التظاهرات. القنصلية تقوم بمجهود، يعني مجهود جميل جدا، تجمعنا احنا كجالية جزائرية، لكن حتى من خلال برنامجي لينا احنا نجتمع، سواء الطباخة الجزائرية، سواء مصممة الأزياء الجزائرية، سواء المعدة أو التقنية الجزائرية، نتلموا كامل حول مائدة الفرح للتحدث ولتعريف التراث الجزائري في الخارج، لتعرف التراث الجزائري والثقافة الجزائرية. ونشكرك أنك دائما تنقلي الثقافة الجزائرية والتراث الجزائري إلى الخارج وإلى أوروبا وتعرفي به أيضا. شكرا، شكرا لك لينا، وأنا سعيدة جدا بظهوري عبر شاشة تلفزيون الجزائر، ونتمنى لكم كل التوفيق، وشكرا لينا على هذه البرامج التي تقومي بها، لأنها جسر التواصل بين الجالية الجزائرية المقيمة. أكيد هذا هو هدفنا. أكيد وحشناكم بزاف بزاف، وبغينا يحلوا لنا المطارات باش نجيو نزوروكم ان شاء الله. عن قريب ان شاء الله راح تكونوا معنا هنا في الجزائر، وتقدروا تزورونا وتزوروا عائلتكم واحبابكم اللي راهم في الجزائر ان شاء الله يا رب. على بالنا انه جائحه كورونا يعني طولت بزاف، وطولت المطارات وهي مغلوقه والحدود وهي مغلوقه، لكن احنا بهذه الفقره وهذا الركن اللي انا نقدمه لكم نحاولوا عبر شاشه التلفزيون الجزائري اننا نقربوكم من الوطن ومن ريحه البلاد. شكرا لك لينا، وسلمي لي على مشاهديك ومتابعيك، وسلمي لي على الجزائر، وقول لهم بلي توحشناكم بزاف بزاف. شكرا. لم يقولي فقط قبل الختام كلمة أخيرة تقدميها لعائلتك الجزائرية اللي متواجدة هنايا، لكل أحبابك اللي متواجدين هنا في الجزائر. طبعا أنا العائلة تاعي كامل راهم يتفرجوا فيا اليوم، نحييهم فردا فردا، خصوصا خواتي خاوتي، وطبعا أبويا طبعا الله يخليه لي إن شاء الله. ونحب نشكر أيضا إدارة الإذاعة اللي سمحت لنا بتقديم وبإعداد حلقات التراث الجزائري، ونشكر كلينا على هذا المجهود الجميل الذي تقومي به، ونتمنى تكوني ضيفتي في الإذاعة لتتحدثي عن برامجك التي تكون جسر تواصل بين الجالية الجزائرية الموجودة هنا والجزائر بلادنا الحبيبة اللي نموت عليها. يعطيك الصحة لم يسرحاني، شكرا لك، كنت ضيفتنا اليوم من بلجيكا عبر سكايب، يعطيك الصحة. شكرا جزيلا لينا. شكرا. مشاهدينا الأعزاء، إذن كان هذا اتصالنا لنهار اليوم اللي كان مع من بلجيكا مع ضيفة مميزة. في الأعداد المقبلة أكيد راح نرحلوا وإياكم إلى دول أخرى وإلى بلدان أخرى، نقلوا لكم يوميات الجزائريين في الغربة إن شاء الله. أما الآن فأعود إلى زميلتي حياة. شكرا
بك لينا وإلى ضيفتك الكريمة التي كانت لها دور كبير في إبراز الثقافة الجزائرية في الخارج، وتحية كبيرة إلى كل من يتابعنا عبر جميع ربوع العالم أينما كانوا، أكيد من خلال ركن جاليتنا. نحاول دائما أن نقربكم من البلد الحبيب. نزين دائما معكم من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر، صباح السعادة، صباح التفاؤل، وصباح المحبة. وصلنا الآن إلى الركن أو الموضوع الرئيس لنهار اليوم، أين كنا قد أعلنا عنه في الصباح، هاجس الامتحانات الأبناء والأباء. هل الامتحانات تثير قلق عند الأسر الجزائرية وخصوصا عند هاتين الفئتين الأباء والأبناء؟ هذا ما سنجيب عنه بعد فصل مع أستاذنا رباح الأصقع. صباح الخير أستاذي. صباح البيضاء وجهك، أحوالك لاباس؟ لاباس راكم بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. حالة استنفار قصوى في الأسرة. أكيد أكيد. في المجتمع ككل. في المجتمع ككل أكيد فترة الامتحانات مهمة جدا عند الآباء عند الأبناء، وإحنا الجزائريين نحب أبنائنا دائما في القمة. صحيح. نسينا حتى الكورونا ونسوها أكيد، لأنه لما تكون الامتحانات والطوارئ خصوصا الامتحانات الرسمية واللي تشهد هذه الأيام. الامتحانات التجريبية لشهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، نتمنى لهم النجاح إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ احنا بك دائما في هذه الفترة بالذات واحد المقولة تتكرر كثير. نعم. اللي هي عندي امتحان يكرم المرء أو يهان أو يهان، لكن احنا كبيداغوجيا وكبرنامج نبدلوها نديروا يكرم المرء ولا يهان. أكيد. لأن احنا كمربيين الإهانة ما يلزمش. صح. عصفور ما يلزمش نهينه. هذه من قيمنا ومن شيمنا ومن تقاليدنا ومن تراثنا ومن ديننا أننا ما نهينوش، لكن رانا نهينه بطريقة واحدة أخرى من خلال الضغوطات، من خلال المضاعفات، كذا ياكل برنامج المكثف، وبالتالي راح يحسبوا بالاهانه الداخليه. اذا هذه الفتره فتره شديده، يعني تسييرها صعبه بزاف، بالرغم من انه قصيره لكن صعبه، لكن صعبة. مثيره مثيره وصعيبه وتسبب قلق وتوتر. نعم، للعائله ككل. اذا العائله وبتاثر، ما بالك بالمعني بالامر. المعني بالامر كيف؟ اذا هذه الفترة لابد من استراتيجية خاصة. وعبك في هذه الفترة بقى الآن الأولياء ولا شغلهم نسوا كامل رمضان وما تبقى، بقى لهم شغلهم هو كيف يتجمعوا المواضيع من التواصل الاجتماعي، ولو يبحثوا عن الحلول، هل من خلاصات لمواد ما، يعني الأبناء يبحثوا والأولياء يبحثوا. البحث كذلك عن التوجيهات والنصائح كيف أتعامل مع ابني. إذن الكل أصبح له مهمة واحدة وهي الغاية منها والنجاح طبعا. أكيد. لكن كيف نصل إلى هذا النجاح؟ لكن هذه الطريقة أستاذ وهذا الطرق وهذا النوع من ربما سنوات فيما مضت لو نرجع الوراء ما نشاهدوش هذه الأشياء، لكن اليوم حتى مواقع التواصل الاجتماعي كل الصفحات دروس محلولة ملخصات. نعم. هل هذا شيء إيجابي وحث على الإيجابية، أم أنه ربما راح يزيد في هذا النرفزة والقلق؟ هو يزيد. هو يزيد. لماذا؟ لأن كذلك كان شيء آخر، هو أصبحت الآن الجاهز والجاهز. يعني ماذا به يلقى خلاصة واجدة. صح. لكن مفروض باش تراجع وتحضر، أنت اللي تدير الخلاصة وتلخص باش تلك التقنيات والمهارات تكسبها. كل شيء أصبح الآن، الأكل الجاهز، المعلومة الجاهزة، المعرفة جاهزة، حتى الاختبار جاهز. إذن هذه الجاهزية لما تكون أنت جاهزية في قدراتك، مش جاهزية في المادة المعرفية، الجاهزية مع نفسك في الأفكار، عندك الجاهزية. واحد مش عنده جاهزية لمقابلة مثلا رياضية ولا، لازم تكون تدربت. صح. مش من لعب كرة القدم باش يواجه في ساعة الملعب، لابد أن يتدرب، وهناك المدرب وهناك منهجية وتوزيع المهام. كذلك أصبح دور الأسرة والعائلة، تغيرت المفهوم. هناك فرق ما بين العائلة والأسرة. أسرة. نعم، الأسرة هي الأب والأم والأولاد، يعني اللي في الدفتر العائلي، والعائلة الجد والخال. لكن لاحظتي بكري كان الطفل هذا اللي يقضي على امتحان مشروع عائلة، الخال يخمم عليه والجد كذا، أحيانا هو مشروع القرية، قال فلان غادي ينجح في البكالوريا حديث العام والخاص. أصبح الآن أصبح هذاك الطفل مشروع الأسرة، غير الأب والأم والكل. أصبحت الضغط هذاك بعدنا بكري، كان هذاك الضغط مقسم على العم والخال وكم اللي يعاونه.
الآن في غياب هذا أصبح الضغط على من؟ على على إلا الأب والأم. صح. ولا غير عليهم هما اللي يهتموا مكاش. إذن هذا الضغط هذا يولد ضغوطات أخرى وقلق. أحيانا هذا القلق تاع الأولياء اللي هو ما يعدو الطفل لأن الطفل يقرأ مشاعر الكبير في عينه. صح. أبيك الطفل أكبر ملاحظ هو الطفل. يشوف في عينيك بسيكولوجي كبير بيداغوجي وبسيكولوجي في هذه الأمورات جانب الوجداني. يشوف عيني أحيانا يقول لك ماما ما راكيش مليحه اليوم راك زعفان عليا. لكن أستاذ والله في الامتحانات الأمهات والله قلقه مبرر له للأسف. إيه. يعني والله نعم مبرر. نعم. لكن احنا ككبار كيف أسير القلق؟ إدارة القلق كما إدارة الوقت، كما إدارة المال، كما إدارة العطل، إدارة المهنة في الوظيفة. لماذا ما نحسن إدارة القلق؟ شوفي كاين بعض الأمهات كاين أنواع، كاين الأم اللي هي تدير الضغط بعمادة للابن، تقول لك باش كي يكبر يشفى باللي ماهوش سهلة القراية. يعني معمد ضغط معمد يا. وكاين الضغط آخر اللي هو بعض الأمهات يحس واحد الانفصام في الشخصية ويأثر. كيف؟ هي تبين له بأنه عادي يعني تبع توجيهات الخبراء توجيهات البرنامج تاعنا بيداغوجيا الآية تقول لك ما نبينش الانفعال تاعي أمام ابني. نعم. داخليا راه ثورة بركان. ومن بعد هذاك الانفصام الشخصية هذيك يأثر على عليها هي على بالذات. نعم. ومن بعد راه ينعكس حتى الدوس مع الزوج كذايا بسبب هذاك هذه الانفصام الشخصية. إذا هناك عدة الكل كيفاش. وكاين اللي تقول لك أنا يا ما يهمنيش أنا مهم عادي المهم ينجح وراه صحيح ويكبر وكل مخلوق مرزوق تعرف الأمور. أنا نقول أحسن طريقة أستاذة. نعم. إلا كان لاحظتي. نعم. صحيح. كيفاش تربينا إحنا من على الأولياء؟ يعني والله ما كانش هذه الضغوطات، ما كانش نعم. هالدروس الخصوصية، ما كانش وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الحمد لله نلنا شهادات والحمد لله. لكن اليوم بالرغم من وجود كل الأشياء ولكن الضغط. لكن لغة الخطاب تغير من بكري وتعذك. لغة الخطاب تغير كثير. لغة الخطاب مثلا بكري يقول لك كلمة رفع دوروت كلمة رودين تكلم عليك تكبر عشان تخرج طبيب وتشرفني فيها كلش. وحنا درك أستاذ؟ إحنا هذا كيم الزبج العلامة يلو كم تجيب 17 ما تدخلش للدار. طفلة بنتها قالوا له كم تجيب 17 ما تدخلش للدار. ما معنى ما تدخلش للدار؟ صح للأسف. وهي بنت ما معنى ما تدخلش للدار وهي بنت؟ إحنا لا نراقب الكلمات. كلمات. الكلمات لها مفاهيم ودلالات. صح. إشتي إذن طفلة تقول ما تدخلش للدار صافي الطفل كيفاش وليدك كيفاش؟ إذن هذا وش يخلق هو ما بين الابن والوالد تاعو. يقول لك هذا والد اللي المفروض هو السند هو الذي نتكل عليه راه يهدد فيا. صح. ها احنا نتسرع احنا يهمنا العلامات. بكري كانت همنا المعرفه. يقول لك انا وليدي المهم يقرا. بكري يقول لك انا وليدي المهم يخرج قاري. شفتي بس عندك يا يقول لك لا المهم العلامه. المهم العلامه. الان اصبحنا نراجع للعلامه اكثر من ما نراجع لتنميه القدرات والمستوى. المستوى حتى التلاميذ ما لاحظتش باللي تعبيره لما نهايه السنه يمزقوا كراريس. نعم. ونشوفهم امام المؤسسات كل كراريس كذا هنا وهنا. هذه الظاهره السلبيه. الظاهره السلبيه هذه. صح. يعني لكن لو نبدا ان نبحث ما هي الدوافع اللي جعلتهم يمزقوا الكراريس رغم هو على باله بالعام الجاي يحتاج هذاك الكراس لان فيه خلاصات فيه ايات فيه كذا. صح. لماذا؟ لانه هو عبر بانه الأولياء هي رساله مش غير مشفره واضحه الأولياء باللي انتم تحبوا النقاط انا جبت لكم النقاط. ما لا داعي للكراس الان لان الهدف ما كانش هو التحصيل هو كان أداة العلامه هيكم العلامه. واحنا الان اصبحنا في مجتمع رقمي كل حاجه بالارقام. والله استاذ حتى الكلام الاطفال احنا نعم. لازم الصحه كاولياء نراقبوا واش يخرج من السنة لانه الكلمه كالسيف اذا فاتت خرجت خلاص. نعم. ولازم نراقبوا حقيقه والالفاظ تكون مضبوطه جدا حتى الابناء لما ربما يتناقشوا مع الام والوالد يقول له انت ما تخممش انا نجيب لك هذه العلامه وخلاص كأنه راني نقرا من اجلك انت يا بابا ولا من اجلك انت يا يما. وهذا هو مش بيت القصيد هذا هو المشكل الاساسي. احنا قلنا لغه الخطاب لابد ان يتغير في هذا الظرف. لغه الخطاب تتغير كأم كمربي. على بالك باللي احيانا يقولوا بعض الاولياء لاحظت بان بعض التلاميذ المتميزين تقريبا ما ينجحوش. صح. كثير من يقول لك وليدي كان يمتاز بالتميز ممتاز
وما جابش النقاط المليحه وما جابش حتى البكالوريا. صح. بينما بعض الاطفال المتوسطين هما اللي يبرزوا. صح. هما اللي يبرزوا، واحيانا بعض اللي ضعاف قلت تفاجئنا كان ضعيف ودى البكالوريا وربح البيان. صح. كيف هي هذا هو المشكل، لماذا نحللوها؟ كيف هو الاكثار في النصائح، الاكثار في التوجيهات، وكانه نظام صارم. نعم. قوه الخوف هذا الاكثار حتى في الوجبات الغذائيه ودوروا له برنامج تاع الماكله سبيسيال، يعني يحسوا انه غير عادي هذه الاحاطه هذه وهذا غير عاديه، لانه هو عاش وتيره ايقاع معين من بدايه السنه، وتيره معينه مال في ظرف قصير في اسبوع تغير الايقاع وقصت صرامه في كل ومراقب. نعم. عنايه ومراقبه. نعم. ماهوش عنايه الفكريه والعنايه الماديه. ومن بعد عفوا حسوا بان الطفل هذا كلش يدير يولي في الفترة هذه القصيرة يضاعف القدرات، يعني وعنده قدرة معينة الآن أصبح يضاعف القدرات وأصبح يضاعف الحالات الاستثنائية، أصبحت قدرات استثنائية يعني ما هوش تدرب عليها من قوة الخوف. إذا هذه المضاعفة من أجل إرضاء الوالدين، يعني مضاعفة مش مستفاد منها، من أجل إرضاء الوالدين، وبالتالي يولي عنده الخوف من عدم إرضاء الوالدين، والخوف من الخوف من الخوف، لأن اختبار الذكية فيه الخوف. فيه صح، فيه الخوف. ثم إذا الخوف من الخوف، ثم هناك الخوف من ما يجيبش نتائج ملاح. إذا هذا الخوف من القيمة الاجتماعية، يقول لك أنا كنت هاك وش عادي يصرى لي المكانة تاعو، وهنا تدخل أسئلة التموقع من أنا وشكون أنا، ولو كان يصرى لي هكذا، ولو كان هذه مجاميع من الأسئلة راح تخليه ما يركزش. كي ما يركزش يقول لي هذا ما كان يتميز به في المراجعة الجيدة وأنه كان رائعا خلال السنة، يروح يريب له في هذا السمانة الفترة هذه فقط. ولما نحافظوش على نفس الوتيرة، لابد من الحفاظ على نفس الوتيرة بقليل من التوجيه والتوازن ومصاحبته. انا عند البنت اللي كنت نحكي معها قلت لها ان المعدل تاع البيئه مثلا نجيب نقطه، لو تجيبي المعدل السنوي الدراسي مليح مثلا 12 ولا 13، لو ما تجيبيش مليح في البيئه راه هذاك المعدل الرصيد تاع السنه الدراسيه ينقذك في البيئه. ما تخافش البيئه، حتى لو جبتي 8 وعندك 12 في السنه الدراسيه هكا جبتي 10 11 تنتقلي. لكن حنايا دائما لازم التميز دائما من الاوائل. نعم. يعني هو الحفاظ على المراتب الاولى وليس الاول. هذا ربما استاذ من الجانب الاسره اللي نتكلموا. نعم. دائما احنا نعطوا هذا الجانب، نقولوا دائما الاسره ربما هي اللي تضغط على هذا الابن، لكن في بعض الاحيان ابناء اللي عندهم هذا المشكل انه اصدقائهم متميزين، انا في شهاده التعليم المتوسط لازم نجيب كما صديقتي، علاش؟ نعم. هي تجيب المعدل 18 وانا ما نجيبش المعدل. نعم. 18 بالرغم من انه هي المستوى تاعها نظن 13 14. لكن هذا الضغط كذلك راح ياثر عليهم. نعم. هو الطفل او التلميذ او الطالب هو السبله، يعني صح، هو في مركز الثقل العمليه، هو المستهدف، هو المستهدف رقم واحد. وبالتالي لو لان دخل في درنا موضوع التشفي تاع التنافس عند الاطفال، التنافس عند الاطفال درنا، هما عندهم الغريزه يحب يتنافس، يحب يجي هو الاول، وهذا الغرور المراهقه، يحب يتربع، يحب يتكلموا عليه، يحب يكون حديث العام والخاص. الان نحن كمربين ولا اولياء كيفاش نرجليه كما نقولوا حنايا، نحافظ على الذكاء تاعو ونقول له معليش جيب الاول والثاني والثالث، روح شوف المقابلات في الرياضه، الميداليه الذهبيه يبان، وعندك الفضيه وعندك البرونزيه. المهم هذه الثلاثه هم الاوائل. واللي يكون عنده المرتبه الثالثه راح يكون عنده حافز باش يولي المرتبه الاولى بلا ما كنت المرتبه الاولى. ايه هم بعد ما عندكش طموح ابري. صح. اذا مره جايه نجيب لك صوره يعني اثرت فيا كثير. هما كان ثلاث فائزين في المراتب هذه، اللي هذاك الثالث اللي ده المرتبه الثالثه شد مرتبه الثالثه وفرحان، صورة حقيقية هذه. شفتها أستاذ، كانت تدولها كثير رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وهذاك الأول
حزين كأنه ولا شيء ولا شيء يغزر فيها ليش فيها هذا راه فرحان بالمرتبة الثالثة أثرت فيها كثير وجدت قراءة حتى نشفتها البيداغوجية لماذا لأن أخرج بلغ الطموح يعني خلاص واصل على كأنه لا شيء عنده النجاح أو هو متعود على الأول أصبحت روتين شيء عادي روتين بينما الثالث هذاك هو كان الرابع ولا كان الخامس هو حس بهذه الزيادة حس بها وهذه هي المتعة لابد يكون عندك طموح توصل له إذن علينا أول تروح وتولي إلى كيف أتعامل مع ابني في بداية السنة حتى نهاية السنة مش حتى آخر الساعات هم بعد يديك نبدأ ونغيره في الإيقاع يعطيك الصحة أستاذ شكرا لك الله يسلمك إن شاء الله نستفادوا ويستفادوا خصوصا الأمهات أم رحمة الوفية للبرنامج لأبنائها ينتحنوا هذه الأيام نحيوها كبير وأكثر وأكيد هي متابعة وفية لركن بيداغوجيا دائما تتبع مواضيع الأستاذ رابح الأسقع عذرا فقط الصوت رح لي أنا كنت في الندوات لبس عليك توجيهات لبس عليك إن شاء الله طهورا إن شاء الله أكيد المهم أنه رسالة وصلت هذا هو المهم ونحن في فترة امتحانات مع السنة إلى نقول ربي إن شاء الله يوفق كل أبنائنا ويوفقهم للشهادات النهائية إن شاء الله الشهادات الرسمية إن شاء الله نفرحوا بهم وتكون نسب عالية وكون ذخر من الوطن أكيد لما تكلموا عن الوطن لازم أقولوا دخل الوطن باش نطلعوا في بلادنا يطلعوا في ولادنا أكيد يعطيك الصحة شكرا لك يومك موفق أستاذ إن شاء الله. أكيد إن شاء الله لازلنا دائما مع أبنائنا لكن الآن ليس أبناء الصغار ولكن الطلبة وطلبة الجامعات أين عودتنا زميلتنا رشيدة إبراهيمي دائما الولوج داخل الجامعة من خلال روبورتاجاتها التي تهتم بالطالب الجزائري الآن الحديث سوف يكون عن الرقمنة وعن الابتكارات عند هذه الفئة من الشباب تفضل تسخر الجامعة الجزائرية بكفاءات طلابية تسعى للبحث والتنقيب والاكتشاف من أجل التفوق ومواكبة الجامعات العالمية ولم لا الرقمنة وعوالم التكنولوجيا عالم رحب يبحر فيه الطالب الجامعي بكل شغف بحثاً عن التقنيات الجديدة التي تتطور يومياً جينا من جامعة قصدي مربح ورقلة شاركنا بمشروع تاعنا اللي هو عبارة عن منصة تواصلية تعليمية الهدف تاعها تجمع بين جميع الجامعات الجزائرية في منصة واحدة المنصة تعمل عن طريق إنشاء غرف داخل المنصة ومشاركة الدروس والمقالات العلمية داخل المنصة كما أن المنصة تحتوي على نظام الأسئلة يعني أنا كطالب نقدر نطرح سؤال ويجاوب عليه كل الجامعات الجزائرية كما أنها تحتوي مزودة بالذكاء الاصطناعي من أجل تتبع إحصائيات الطلبة بداية المشروع بدأت في الأزمة تاع كورونا لقينا بلي لجؤوا إلى منصات تعليم عن بعد بس على المنصات اللي استخدموها ما كانش عندها كما نقولوا تفاعل كبير لقاو الطلبة ياسر مشاكل وكل شيء والمشروع كان عبارة عن مشروع تخرج وكملنا طورنا فيه طورنا في المشروع وشاركنا في مسابقة الوطنية تاع اي دي تور مع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي ونيفرسيتي قصدي مربح ورقلة والحاضنة الجامعية وفزنا في المرتبة الخامسة وفزنا بالاحتضان في الجامعة هذه باش نطمح بالمشروع هذا يولي المؤسسة ناشئة اكتشافات الطلبة المعروضة هنا في أجنحة 30 جامعة جزائرية ينبئ أن الطالب الجزائري باحث متمكن لو تتاح له الإمكانيات جامعة الواد على غرار بقية جامعات الوطن قامت بعرض العديد المشاريع من إنتاج وتطوير مجموعة من أساتذة جامعة الواد وكذا الطلبة كانت هذه خلال هذه الأيام فرصة لنا الاحتكاك بالكثير من الطلبة والكثير من الأطراف الأخرى كالنوادي والمؤسسات المعرفية ما لاحظناه هو إقبال كثير من الطلبة من تخصصات متعددة سواء في الطب أو الصيدلة أو علوم التسيير أو غيرها من التخصصات ما لاحظناه هو الشغف والرغبة الكبيرة للطلبة في الاطلاع على التقنيات الجديدة المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي
ابتكارات متطورة في المجال التقني والإعلام الآلي تشهدها الجامعة الجزائرية وتسعى لتطويرها وتسويقها حتى لا تبقى حبيسة جدران مخابر الجامعة. أصبحنا في عالم هو فيه طور الانتقال من عصر الرقمنة أو عصر المعلومات إلى عصر الذكاء الاصطناعي. أصبحنا في عالم الأمي فيه هو الذي لا يستوعب هذه المفاهيم متعلقة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة. يعني هذا الشيء الذي حاولنا أن نوضحه لطلبتنا وكل زوارنا الكرام الذين زارونا في هذا الفضاء. يتعاون الأستاذ والطالب في مخابر الجامعة من أجل تجسيد فكرة ما إلى مشروع قائم بذاته ينتظر الدعم والتشجيع من الجهات الوصية حتى يساهم في تطوير البحث العلمي الذي ترقى به الأمم. أنا نعرفوا باللي الطالب الجزائري ما بقاش هذاك الطالب باش يقرا برك، دوك ولا مهتم بالتكنولوجيا ولا مهتم على انه يدير مشروع ولا مهتم باش يدير ستارت اب تاعو. عندنا مشاريع كما عندنا برا مانيبيلاتور اللي تبين لي كوموند اللي كاينين في الاندستري، عندها قداه مود كوموند بار اكزومبل مود ارتيكولير مود جويستيك مود كارتيزيان مود تراجيكتوار. هاد البرا تقدر تكون في الاندستري وتسهل على الانجينيور اللي يخدم بها لي طاش تاعو. قمنا بتطوير منصات رقميه تمكن الطلبه من الولوج الى مختلف الاعمال التطبيقيه عن بعد. هذه الاعمال التطبيقيه هي مرتبطه مباشره بسيرفر، دونك ليتيديون يل بوس كونيكتي ديريكتومون على الاكسبيريونس ويمكن يعني اجراء الحصه التطبيقيه تاعو عن بعد. بامكانه من المنزل تاعو الولوج الى العمل التطبيقي، القيام بالعمل، والمنصه تسمح للاستاذ بمراقبه يعني الاعمال المطبقه من طرف الطالب. يشهد البحث العلمي في الجامعه الجزائريه قفزه نوعيه إذ يغور في أعماق مكنونات التكنولوجيا الحديثة تماشياً والتطور الرهيب الذي تشهده مختلف العلوم في العالم أجمع. أكيد التنمية والاستثمار في الموارد البشرية مهم جداً اليوم وأضحى ضرورة من أجل التقدم نحو الأمام في جميع المجالات خصوصاً في مجال الجامعة والتكوين. ركن رسكلة بعد الفاصل. ورحب بمريم، والحديث اليوم راح يكون حول الاقتصاد في إفريقيا وفرص للتدوير في هذا في إفريقيا. نعم، مرحبا. نعم. بك. كيف صباح الخير حياة. صباح الأنوار. صباح النور. هو عنوان للصالون الافتراضي. نعم. اللي راح يكون مبرمج من طرف الوكالة الوطنية للنفايات. نعم. إذن هي تظاهرة في طبعتها الثانية، هي الصالون الجزائري الافتراضي حول النفايات. هذه السنة طبعا راح يكون عندها بعد إفريقي. نعم. لماذا؟ لأنها يعني ستنظم من طرف الوكالة الوطنية للنفايات بالتنسيق مع كونفدرالية المؤسسات الكونغولية. تحت طبعا تحت رعاية وزارة البيئة. طبعا ثانية للصالون الافتراضي الجزائري حول النفايات كما سبق وذكرت حياة عندها بعد إفريقي. لماذا؟ لأنه إفريقيا بالذات، لأنه حياة إفريقيا لو تكلمنا بلغة الأرقام 250 مليون طن تخلف سنويا. نفايات تخلف يعني سنويا، يعني تصوري 250 مليون طن، 96% من هذه النفايات لا تثمن، يعني غير قابله للرسكاله ولا للاسترجاع. فبالتالي احنا من خلال هذا الصالون راح نفتحوا باب الاستثمار. أجل. ليس فقط في الجزائر، لانه الجزائر معروفه عندها تجربه كبيره، اكيد عندها تجربه يعني في مجال تسيير النفايات، لكن راح نفتحوا الابواب ونفتحوا المجال للقاره الافريقيه للقارة السمراء، لأنه نعرف أن كل توجهات في الاستثمار مؤخرا موجهة للقارة السمراء. يعني هذا تبادل الخبرات كذلك بين أكيد الدول الإفريقية. نعم، راح يكون فيه تبادل خبرات، يعني حيكون فيه موعد البرنامج، حيكون فيه ندوات طبعا خاصة بالوكالة الوطنية لنفايات، إنجازاتها وتجاربها في مجال تسيير النفايات، سوق النفايات أيضا اللي حينشطها المدير العام الوكالة، وأيضا تقنيي ومهندسي
الوكالة، رايحين نركزوا أيضا على طبعا الاستثمار في الاقتصاد الدائري، كذلك طرق يعني القضاء على المفارغ العشوائية، المرافقة التقنية للبلديات، مراكز الردم التقني، يعني كل المجالات المتعلقة بتسيير النفايات يعني حتكون على شكل ندوات في الصالون. أيضا حياة راح يكون فيه خبراء من الجزائر وأيضا من إفريقيا، يكون فيه خبراء إفريقيين راحين يعني يتكلموا عن تجاربهم في مجال تسيير النفايات، إنجازاتهم التكنولوجية، كذلك إنجازات التقنية والتكنولوجية في مجال تسيير النفايات. أيضا الجامعيين راح يكون عندهم حقهم في الصالون، راح يكون فيه ندوات خاصة بالجامعيين يعني اللي بحثوا والناشطين في مجال تسيير النفايات، مجال يعني الاقتصاد الدائري في مجال تسيير النفايات. ما أنك تكلمتي عن الطلبة، كنا استضفنا هنا في البلاتو جمعية كانت اهتمت بفئة الشباب خصوصا الطلبة، كانت هناك نقول تظاهرة وعبارة عن كذلك في الأخير كانت تتويجات مسابقة لأحسن مشروع على سكالا وعناية بالمناطق الخضراء، يعني كان عنده بعد كبير من أجل الحفاظ على البيئة. ونظن مثل هذه التظاهرات ومثل هذا الأبواب المفتوحة خصوصا على الدول أخرى يعني راح يعطينا بعد بيئي آخر. أكيد أكيد، يعني شبابنا ما شاء الله، شباب الجزائري عنده أفكار وأفكار رائعة، يعني تحتاج فقط ربما التأطير والتمويل حتى تتجسد على أرض الواقع. فبالتالي إحنا من خلال هذا الصالون راح يكون فيه تبادل خبرات، تبادل تجارب في مجال تسيير النفايات، راح يكون نفتحوا نعطوا الفرصة أيضا للشباب الناشطين في هذا المجال، المؤسسات الناشئة الستارت اب، يعني الناشطين في مجال تسيير النفايات أنهم يتكلموا عن تجربتهم يعني في مجال الرسكلة وأيضا الاسترجاع أيضا في مجال تكنولوجي، لأنه حاليا تسيير النفايات مرتبطة بالمجال التكنولوجي أيضا حياة. راح يكون كل هذا حاضر في الصالون الافتراضي الجزائري حول النفايات المنظم من طرف طبعا الوكالة الوطنية للنفايات. بالإضافة إلى الندوات راح يكون فيه مع فضاءات للعرض افتراضية. تكون يعني في منصة إلكترونية وكأنك يعني حاضرة، يعني كأنك بريزونسيال في صالون يعني كلاسيكي كما عدنا نشوفه. راح يكون فيه مؤسسات ناشطة في مجال تسيير النفايات وفي مجال بيئي، راح يكون أيضا تكون وزارة البيئة أيضا مؤسسات ناشطة تحت وصايتها، مؤسسات ناشئة لهذه السنة كما سبق وذكرت فتحنا أعطينا لهم الفرصة حتى يحتكوا، أيضا مؤسسات أجنبية راح تكون حاضرة معنا من أوروبا وكذلك من آسيا، راح يكون مختلف القارات، حيكون فيه تبادل خبرات، تبادل تجارب، دي رونكونتر اوسي بي تو بي، يعني توأمة ما بين المؤسسات. كلها راح تكون في الموعد في طبعة ثانية لصالون الافتراضي الجزائري تسيير النفايات. نعم، نعم. شأنه تكون عندهم نظرة كذلك لتبني مشاريع، لما لا أكيد. في الجزائر خصوصا المشاريع المبتكرة. نعم. نحن نعرف شبابنا اليوم كثير يهتموا بمجال البيئة وفي مجال الرسكلة وإعادة تدوير النفايات. نعم. بالنسبة لهذا المعرض الافتراضي أين سيقام ومتى؟ سيقام افتراضيا حياة، يعني وانت هنا في برنامج صباح الخير تقدري تلتحقي الرابط. أكيد طبعا 5 إن شاء الله جوانا حيكون فيه الافتتاح، حيكون مؤتمر صحفي راح ننظمه الوكالة بالتنسيق مع كونفدرالية مؤسسات الكونغولية تحت وصاية وزارة البيئة. بعدين يعني تقدروا مباشرة تلتحقوا بالصالون، تلتحقوا بفضاءات الصالون، بندوات الصالون، حتكون في الموعد طبعا 5, 6, و7 من شهر جوان. حيكون كما سبق وذكرت خبراء جزائريين وخبراء من إفريقيا، من الكونغو أيضا، راحين يتكلموا عن تجربتهم في مجال تسيير النفايات. فقط نقطة حياة أنه كل الراغبين خاصة الشباب اللي يحبوا يشاركوا في هذا الصالون يروحوا للرابط avwe.and.dz حتى يلتحقوا بالصالون، وصدقيني حين يعيشوا تجربة فريدة، يخوضوا تجربة فريدة من نوعها إن شاء الله، اللي طبعا حتسمح لهم تفتح لهم أبواب الاستثمار في مجال تسيير النفايات. تقدري تعودي لهم الرابط حتى يتسمع نعودوا الرابط ما كاش مشكل avwe.and.dz. بالنسبة اللي يحبوا يشاركوا من الشباب يبعثوا لكم ربما السيرة الذاتية أم يلتحقوا فقط بالرابط؟ ممكن يعني يلتحقوا بالرابط وحين يكون عندهم فرصة باش
باش يتنقلوا عبر مختلف فضاءات هذا بالنسبة للرابط. نعم الرابط avwe.and.dz لو ليان. اذا يقدروا يلتحقوا فقط بهذا الرابط ويلتحقوا بالفضاءات المعرض من طبعا الادوات كذلك. ربما مريم فقط لو نشوف الرقم 250 مليون طن كمية النفايات المنتجة في افريقيا، انا شدني اكيد كمية النفايات لكن قيمتها المالية يا مريم. نعم نعم. 8 مليار دولار. صوري حياتي. 8 مليار دولار. يعني لو قدرنا نستثمروا في هذا في الكمية تاع النفايات وقدرنا يعني لو قدرنا نستثمروا ونثمنوا ولو على الأقل نصف أو نصف الكمية هذه راح تحصلوا على قيمة مالية كبيرة جدا. لأنه حياة نقطة أخرى أنه قارة إفريقيا تعرف أيضا كميات من نفايات تجيها من 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 دول أخرى رغم يعني تصب في إفريقيا. فبالتالي لو استثمرنا في كل هذه النفايات وحان الوقت الآن من خلال هذه التظاهرات ليس فقط صالون الافتراضي الجزائري حول النفايات لكن ربما هذا الصالون حيكون مجال أنه نفتح أبواب الاستثمار ليس فقط في الجزائر حتى في إفريقيا في هذا المجال في مجال يعني الاستثمار في سوق النفايات لو سميناها يعني النفايات حياة اليوم. لو تكلمنا عن النفايات ليس شيء فقط يرمى نتخلصوا منه لكن النفايات اليوم أصبحت مصدر لثروة نقدروا من خلالها نخلقوا مناصب شغل خصوصا مناصب شغل للشباب المستثمرين في هذا المجال. احنا يجونا مؤسسات مصغره ناشئه صدقيني عندهم افكار رائعه في رسكلة البلاستيك في رسكلة الزجاج في استرجاع ورسكلة المواد المعدنيه. يعني حقيقه تشوفي يعني وتشوفي ايضا ليس فقط الاستثمار في هذا المجال لانهم مجال يحبوه يعني تشوفي انهم يحبوا هذا المجال ويحبوه الاخرين. فبالتالي انا ندعوهم لهذا الصالون حتى يكتشفوا مختلف تجارب والافكار وحتى يتعرفوا على مؤسسات خاصه الشباب نركز عليهم ندعوهم للالتحاق بالصالون اللي يعيشوا حين يعيشوا فيه كما سبق وذكرت تجربة رائعة وفريدة من نوعها إن شاء الله. وأكيد لما يكون بالنسبة للعرض وأكيد لما تكون المشاركات راح نكمل ونتكلموا في هذا الموضوع أكيد راح تعطينا بأهم المستجدات اللي أكيد اللي كانت من الخامس السابع جوان 2021 إن شاء الله. شكرا لك مريم. شكرا حياة. شكرا يومك موفق. الله يخليك. شكرا مع السلامة. شكرا. من البيئة إلى موضوع آخر ليس موضوع لكن الركن الأخير في البرنامج بعد قليل انتظروه مع الموضع. أما الآن فاصل ونواصل.
تحية صباحية للجميع وإلى من التحق بنا اللحظة. أنتم في برنامج صباح الخير يا جزائر. الركن الأخير في البرنامج سوف يكون للنساء 100%، أين سنهتم بالموضة وكل ما يتعلق باللباس الخاص بالموضة وليتوندونس مع أنايس. صباح الخير أنايس. صباح الخير، كيف أحوالك؟ الحمد لله. الحمد لله. نرجع بعد الفاصل. نرجع بعد الفاصل. صباح الموضة، كيف الأحوال؟ الحمد لله. الحمد لله أختي حياة. هذا اللون الرائج كثير أنايس. إيه، لون بيج كريم بني يكون هو رائج هذا العام، وتوتال لوك ثاني رائج بزاف. يعني ما تفهمناش على الألوان، لكن ما تفهمناش من حالنا. صدفة. صدفة. نعم أنايس، اليوم راح نتكلموا على اللباس ديكونتراكتي أو كما نقولوا احنا المريح. المريح. لأنه كثير منا في الأماكن العمل نلبسوا أشياء ربما كلاسيكية ولا الأشياء اللي نحسوا بها نوع من ما مضيقين، لكن اليوم أضحى العكس تماما. إلا عندنا شفنا في عدة الحصات اللي جزنا فيهم، شفنا باللي بزاف ولات يعني الإطلالات ولات مريحة. صح. أكثر من 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 قبل ما ولات بزاف كلاسيكية، دائما نمدوا عليها لمسة الا في الحذاء ولا في لافيست ولا تكون حاجه يعني مريحه. دونك لا توندونس راهي يعني تساعد بزاف من الناس باش كي هي مريحه ونقدروا نستعملوها لاطلالاتنا اليوميه ويعني انشغالاتنا اليوميه. ونهضروا بالذات على ان ستيل اللي راهو بزاف اللي ولا بزاف رائج، واللي هو خرج في السنوات 90 والثمانينات وعاودوا له رائج كثير هذه الاونه الاخيره، اللي هو الستريت وير، اللي هو يعني لباس يكون مريح رياضي ومزج بين الرياضي وعدة قطع. وراح نشوفوا شنو هو القطع والاكسسوارات اللي هو اللي تبع هذا الستيل اللي نبداو بها. بس اول صوره نقدروا نشوفوها هنا، نشوفوا باللي لا كاسكيت ولو باب ثاني راهم بزاف بزاف رائجين. هو هذه القطعه اساسيه في هذا الستيل ستريت وير اللي نبداو به. ونشوفوا باللي الالوان راهي متابعه الموضة اللي هدرنا عليها. صح. الوردي الفاتح ولي كولور باستيل ومع مع الباب. وفي الصورة الموالية نقدروا نشوفوا الاكسسوارات اللي لازم تتابع ثاني مع هذا الستيل، يكون كما قلنا لي بوشيت ولا لو ساك اللي يجي تكون صغيرة، تكون صغيرة وتكون ما تكونش يعني ما تكونش يعني اسيميتريك، ما تكونش كلاسيكية، تكون بيتو سبور. ونشوفوا ثاني الاكسسوار مام القطع، قلنا السلسله تكون سوبربوزي، يكون يعني فريمون نكون ريش من الاكسسوارات. كذلك الخواتمات مع النظارات، مع يعني يكون غني بالاكسسوار. هذا الستيل يكون غني بالاكسسوارات. قلنا شفنا قبعات ومن بعد شفنا الاكسسوارات الاخرى. ودوك نشوفوا ثاني القطعه الاساسيه اللي هي التيشيرت، يكون اوفر سايز ولا سويت. ثاني يكون اوفر سايز سويت، نقدروا نستعملوه في الربيع والشتاء، وفي الصيف نلبسوا ان تيشيرت يكون اوفر سايز. التيشيرت اوفر سايز مريح جدا، مريح جدا. ونزيدوا عليه لمسات، دوك هادو القطع الاساسيه نزيدوا عليه لمسات اللي خرج لنا هذا لو ستيل ستريت وير اللي هو رياضي، مزج بين رياضي ويعني اطلالات المريحه. نشوفوا هنا بعض الاطلالات في الصوره المواليه. هنا مازال الباسكت لازم نهضروا عليها، الحذاء اساسي، القطعه المهمه جدا، اللي هي تكون قلنا ديجا عليها لازم تكون كبيره الحجم. ومريحه، كيكون يعني القطعه تكون ذات جوده تكون مريحه، وهذه وتكون ونستعملوا الالوان اللي حبيناها، والى قدرنا نستعملوا الالوان طوندونس. وهذيك القطعه اللي راك تشوف فيها اختي حيات، نشوفوا هنا الصندال على شكل باسكت، بزاف رائجه كثير. دونك بزاف رائجه في هذه الاونه، ومريحه انايس، مريحه ومن في الصيف يعني حاجه يعني تكون مريحه. نعم. ونشوفوا بعض الاطلالات لهذا الستيل. نشوفوا هنا كما نقولوا نلبسوا الجوكينغ مع نلبسوا الباسكيت ولا كاسكيت، هنا لو توتال لوك مع ان ساك، ويعني ونقدروا ما نديروا لا فيست معاه،
نقدروا نديروا انفيست. تما هذه يطلع لها واحد يقدر يعني يخرج بها. انا نحب كثير هذا ستايل اوفر سايز، مازال اوفر سايز كثير رائج، ونقدروا نكونوا فيه يعني كما قلتي مريح، ونزيدوا له تكون ان بوتي ساك يكون يعني شباب وهكذا، يقدر يزيد له لمسه. علاش اكسسوار راح يزيد يكسر هذاك الستيل الرياضي، تما نزيدوا له باش يقدر يكون نقدروا نخرجوا به. لازم نزيدوا له انفيست ان ساك، نديروا له اكسسوار باش ما يكونش 100% رياضي. وهنا ما الا قدرتي تشوفي درنا مام الحزام، الحزام على الاخر يزيد له يزيد له اناقه، ينتوش كلاسيك. يعطيك الصحه، يقولوا عندنا يعطي لوك عصري، لمسه عصريه ولمسه كلاسيكيه شويه. دونك هذه هي. وشنو نشوفوا بالنسبه للمحجبات؟ فوالا بالنسبه للمحجبات نقدروا نستعملوا لا كاسكيت، نقدروا نستعملوا الباب، نستعملوا كامل الاكسسوارات اللي نحبوها. هنا كما نشوفوا هذا صيفيه يكون حاجه كلير بيج، نستعملوا الارجواني اللي شفناها خرج بزاف هذه الاونه الاخيره، ويعني نكونوا وهذا ستيل كثير يحبوه الفتيات والشباب. هو صح يقتصر على الشباب يقتصر على الشباب والشباب، شباب بنات واولاد يعني ميكست. دونك في اي سن يقدر يحبس او نقدروا نحبسوا هذا؟ والله انا ما مضاعفش السن، ما عندهاش اللي يحب يستعملها. وي سي فري كو هي بزاف تاع الشباب، شباب سي فري نشوفوا بزاف الشباب والشابات يستعملوها بزاف في لافاك في الليسي، نشوفوهم يلبسوها بزاف. مي هي ما تقتصرش يعني، ما كاش قانون في الموضه يعني. صح ما كاش قانون صح في الموضه. وهنا نشوفوا ثاني اطلالات اخرى يعني لهذا اللوك، وين نقدروا نديروا مزج كان مزيج كبير منهم. ويعني والله حاجه مليحه يعني نبدلوا شويه، نبدلوا من الكلاسيكي، نبدلوا كي يكون عندنا ماشي غير في الويكاند، ما يقدر عندنا خرجه خفيفه هكذا نقدروا نلبسوها ونكونوا اليز ونكونوا توندونس يعني هذا حاجه رائجه كثير. ونقولوا دائما انايس انه ماشي بالشيء الغالي ولا بالاثمن الاشياء الثمينه اللي نكونوا ربما توندونس، لكن نقدروا باشياء بسيطه جدا نبدع. الاشياء البسيطه نقدروا نبدعوا، وكاين اشياء بسيطه ذات جوده. صح يعني واحد يقدر يشوف باك الجوده يعني باش تقلدوا تدوم له في الوقت. وكاين بزاف لي حاجات رائجين ونقدروا نلقاوهم باسعار يعني واحد يقدر يكون عنده الكودوي برك يقدر يعرف يشوف. نقدروا لكم عندنا قطعه تكون يعني غاليه ولا يعني ذات جوده كبيره، ونقدروا القطعه الاخرى تكون سامب، ما لازمش يكون توتال لوك يعني يكون بزاف كامل. نقدروا يعني نمزجوا بين هاد القطع، وما لازمش فطا فورسيمون لازم تكون قطعه ثمينه. المهم الجوده شويه تكون جوده، باسكو الجوده هي اللي تخرج هذيك الاطلاله تكون يعني مليحه يعني ما تكونش تو ماتش. نعم بالنسبه للالوان الخاصه في هذه الفترات الصيف، مازلنا بالالوان الربيعيه هضرنا عليها اللي هي بون الاخضر، قلنا الاخضر سواغيك فيغ غازون ولا الاخضر باستيل يكون كلير، الارجواني اللي شفناه بزاف، الوردي له بزاف 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 الوردي موجود بالوردي صح؟ الوردي له بزاف بزاف موجود وحاضر وانتوي دونك سا نوزارونج حنايا الوردي. وقلنا لو بيج تو سكي لي كولور كريم وهذا لا ديغرادي تاعهم ثاني لاخر، ويعني الابيض هذا يعني الوان صيفيه. صح الابيض والاسود انايس راه مدرج كثير عند الشباب، خصوصا في اللي شفنا في الصوره الاولى الايب اوب هذيك اللي لابسين بوب يعني هنا الابيض والاسود كثير في هذا. الابيض والاسود من كيما لو روج اي نوار ولو بلون اي نوار، هذوما يعني نقولوا ثنائيين ما نقدروش نحاهم، انديسوسيابل على مود طول طون يكونوا توندونس يعني هو اساسيين ما نقدروش يتنحاو من الموضه، وما يعني المزج بيناتهم دائما حاضر. صح بالنسبه للقطع الاساسيه اللي لازم تكون عند الشباب في هذه الفتره، انا نقولوا كل قطعه اساسيه يعني على حسب اللوغو تاعهم. بصح انا نقولوا باللي كاين نشوفوا باللي هذه الامن اخيرا نشوفوا هنا نشوفوا الكاسكيت، انا نشوفوا البيغي، انا نشوفوا لي فيست اللي ولاو بقوه اللي كانوا ولاو يكملوا الاطلالات. يعني هو صح الاكسسوار كما شفنا في هذا الستيل ستريت وير، الاكسسوار هو اللي يزيد على لو ستيل ديالنا، هو اللي يكمل لو ستيل تاعنا ونرجعوا يسو دي مارك يعني. دونك ياكدوا يعني شويه على الاكسسوار مش غير على الاطلالات، تقدر تكون الاطلالات تري سامبل لكن الاكسسوار يزيد لها صح ويزيد لها اناقه ويزيد لها نقولوا هذاك هو الامتياز تاعنا. تقدر يعني قطعه صغيره فقط انايس الحقيبه فقط تغير الشكل تماما، الحقيبه الحذاء
الحذاء يقدر يقدر الاكسسوار دوك نشوفوا لي بوك ولا نشوفوا انشان ولا اولاد لي براسلي ديالنا هما يقدروا يبدلوا لنا كامل الاطلاله تاعنا ويزيدوا ومثلها انثويه يعني انوثه يعني كي نزيدوا ان اكسسوار ولا انا وحده نحب بزاف كي نزيد الاكسسوار تما نزيد نحس لا انا ياسمين محببات الاكسسوارات يعني راكي ما شاء الله عليك نحب الاكسسوار هو يعني للمراه الاكسسوارات الكثيره وكاين اكسسوارات الرجال اللي هما كيما لا كاسكيت الباب يقعد يقعد قلنا كيما يقولوا لي بوشيت فوالا لي بوشيت بوغ ميم للرجال ونخصونا ان شاء الله بيانتو فقره للرجال ولا توندونس رجاليه حتى ما يزحفوش علينا باش ما يزحفوش علينا لانه دائما نقولوا فقره النساء معليش نقدروا نديروا حصه سبيسيال للرجال ان شاء الله نعم انا في الاخير فقط الانايس كثير من النساء اليوم يسقطوا الملابس الكبار للصغار نشوفوا كانه ملابس مقزمة ونشوفوهم بواحد الجمال رائع جدا بما أنك مختصة في الموضة كاين بزاف كاين هذه الموضة خرجت عندها عدة سنوات عندها 3 أو 4 سنوات اللي خرجت وما زالها رائجة وسي كيوت يعني تكون تكون الأم تلبس مع بنتها دونك تكون حاجة شابة طرقوا لها ان شاء الله حاجه شوفوا انا يسمع بنتها ان شاء الله يراك صحه انا يسمع بالاخير ربما واش تعطينا كنصائح مهمه خصوصا ونحن مقبلين على فصل الصيف البحر على الابواب ربما واش تعطي للنساء انا نظن انه ضربات الشمس من بين جميل جدا انه نضع القبعه وهي حمايه وهي ثاني حمايه هي قبل ان تكون اكسسوار هي حمايه يعني للراس من اشعه الشمس ويحببوا بالك لي كلير باسكو هي ترد تعكس اشعه الشمس يقدروا كي نلبسوا الكلير نعرفوا باللي تعكس اشعه الشمس وبيسك راهم لي كولور كلير وباستيل راهم طوندونس نقدروا نستعملوهم باش هكا نقدروا نحموا روحنا ونكونوا يعني اطلالات مميزه يعطيك الصحه كما كانت اطلالتك مميزه لهذا اليوم يعطيك الصحه انا شكرا لك يومك موفق شكرا لكل من تابعنا ورافقنا من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر ان شاء الله نكونوا بعثنا لكم هذا الطاقه الايجابيه دائما تذكروا ابتسموا تفائلوا وانشروا المحبة أينما كنتم واتركوا أثرا طيبا أينما حللتم آخر الكلام سلام إلى اللقاء.